اهلا بيكم. النهارده يوم مهم جدا كالعاده في عالم السمنه، هذا العالم المثير. الناس بتخاف جدا من وزنها يزيد، لكن عندها عامل اخر بيخلي وزنها يزيد، هي متعه الاكل. والاكل في مصرنا الحبيبه الحقيقه اتراكتف، وانت محاط في ناس يعني فعلا انا باشفق عليهم. الانسان اللي عايش، وانا عشت على فكره جزء من حياتي قدامي واحد من اشهر مطاعم الفول والطعميه قدامي على الناس التانية فكانت ريحة الطعمية بتصحيني من النوم. جعان بقى مش جعان بتاع، وناس تانية أصحابي أروح أبص ألاقي في تحت في تحت بيته، يعني هو ساكن بس في الدور الثالث تحت بيته، وأنا قاعد في ريحة حلوة قوي طالعة. إيه يا عم إيه الريحة الجميلة ده؟ أنتوا طابخين إيه ولا بتعملوا؟ لا ده تحت البيت حياتي حياتي، وأنت عايش على طول مع الريحة دي، مع ريحة الحياة اللي طالعة يعني ده السلطة. أنا جنب ريحة السلطة يا راجل، ده حاجة عظيمة جدا. وهكذا يعني الناس، إحنا بما أننا معظمنا عايشين في مناطق جميلة اللي بيسموها المناطق شبه الشعبية أو الشعبية، فكل حاجة جنبك، اللي جنبه مطعم، اللي جنبه فرن بيعمل العيش الصبح، بتعاني الناس بتعاني. ففي ضمن بس لازم تبقى انت حريص انك تحافظ على وزنك. طب وزنك زاد 20 كيلو 30 كيلو هتعمل ايه؟ 15 كيلو هتعمل ايه؟ بيضايقوك. لو بتلعب رياضه كمان هيضايقوك جدا. لو انت بدات يعني عندك شغل وبتحرك وبتاع هيضايقوك، هتعمل ايه؟ ده سؤال مهم جدا جدا جدا. النهارده حوار ممتع كالعاده مع ضيفي العزيز اللي النهارده هيقول لكم مفاجآت حلوه جدا وكلام يعني علمي على ارقى مستوى كعادته. واحد من نجوم عالم جراحات السمنه في مصر والوطن العربي الاستاذ الدكتور اسامه خليل، استاذ جراحات السمنه والمناظير، استاذ بكليه الطب جامعه الازهر وعضو الاتحاد الدولي لجراحات السمنه وامراض السكر. اهلا بيك دكتور اسامه. اهلا بيك دكتور. شايفك عمال تضحك. اصل انا فرع الشيخ زايد عندي فوق في مول طبي يعني، وتحت محلات كلها اكل شاورما، وحد تاني بتاع بيتزا وفطاير. فانا معدي طالع العياده والله العظيم، انا والله اللي حضرتك بتقوله ده، لا غير كده كمان بيصعب عليا يعني. بقول ما هو الناس معها حق، الناس معها حق تدخل يعني، ما هو انت معدي والله. وفي كمان واحد بتاع حلويات، فيعني انا ببص كده، ما هي الناس معها حق والناس قاعده بتاكل. ما هي دي برضه مشكله، ان احنا بقت متعتنا كلها في الحياه، او يعني 90% من متعتنا في الحياه هو الاكل. فده لازم يتغير، ده لازم بجد يتغير. وطبعا يعني ما شاء الله حضرتك مشكور، الحلقات دي بتوعي فيها الناس ان ده فكر لازم يتغير، ان احنا نحاول يبقى فيه متعه تانية، يبقى فيه رياضه، يبقى فيه متعه تانية غير الاكل في حياتنا، لان هي دي اللي عامله مشكله. السمنه عماله تزيد، عماله فعلا تنفجر، يعني مشكله كبيره فعلا والله. فعشان كده كنت بضحك. عارف السلمه المكسوره؟ السلمه المكسوره دي تعبير أدبي، هي سلمة مكسورة في سلم كتير، بس هي دي بداية الزحلقة. مشكلة. بداية الزحلقة. إن واحد مش واخد باله هيتزحلق فيها، هياخد السلم كله فريرة لغاية القاع يعني زي ما بيقولوا. السلمة المكسورة في رأيي في العالم بتاع السمنة بتبدأ إن الواحد يسيب نفسه فيزيد 10 15 20 موافق حضرتك جدا. تحكي لي بقى عن السلمة المكسورة دي ممكن تعمل إيه ال 10 15 كيلو؟ موافق حضرتك جدا والله. أنت عارف حضرتك بيبقى جاي لي مثلا في العيادة حد مثلا وزنه 150 كيلو، ومعاها مثلا مراته مثلا وزنها 90 كيلو مثلا، حلو؟ فعندها مثلا 20 كيلو زيادة ولا حاجة. بقول لها طبعا خلاص الراجل ده أنت دخلت في سمنة مفرطة، حلك جراحة سمنة. بس يا ست الكل، لا أنت لازم تخلي بالك. لازم تخلي بالك كمان عشان ولادك، يعني ما هو الولاد اللي طالعين اللي بينشأوا دول لو ما خدناش بالنا منهم، ما هو انت هتجيلي كمان سنتين وزنك 130، لو ما سبتي نفسك هيجيلك وزنك 130. فلازم نبدا ان احنا زي ما حضرتك بتقول، هي دي السلمه المكسوره. خلي بالك انت الخطوه الجايه هتوعي، يعني هتدخلي في وده اللي خلانا يعني فضل الله علينا الحمد لله يا رب، يعني ان احنا نخلي المركز عندنا مركز متكامل في كل ما يخص جراحات السمنة. يعني المريض اللي عنده 15 كيلو ده هو مش مريض سمنة، هو مش مريض سمنة، هو عنده زيادة طفيفة في الوزن. عنده 15 20 كيلو دول يعتبر زيادة أو زيادة طفيفة، مش سمنة مفرطة، هي سمنة بس مش سمنة مفرطة. المفروض يكون 70 بقى 90 كيلو مثلا. فزي ما بقول لحضرتك ده اللي خلانا فكرنا ان احنا يكون عندنا المركز كامل متكامل، من اول دكاترة التغذية موجودين يحطوا أنظمة غذائية للمرضى ديت، المرضى يعني اللي عندهم محتاجين نظام غذائي،
مرورا بقى بحلول تانية هنقولها عشان ما نكسرش المفاجأة، مرورا بحلول تانية تنزل 15 20 كيلو، ما تسيبش المريض لغاية ما يبقى 120 و130 وندخل في جراحات السمنة، التكميم وتحويل المسار والمسيسي والحاجات التانية دي كلها. ففي زون هنا في النص، في جزء في النص، لا ده لازم نخلي بالنا منه. وعلى فكرة ده الأغلبية، يعني ده الأغلبية، دي الأغلبية، أغلبية الناس في الزون ده اللي هو عنده 20 25 كيلو، فده لازم يخلي باله. وزي ما بقول لحضرتك من هنا جت فكرة ان احنا بفضل الله، طبعا الكلام ده مش النهاردة، الكلام ده من 2015 و2014 المركز بقى كامل متكامل في كل ما يخص جراحات السمنة. فبالتالي المريض لما بيجي لنا بنحطه على التراك الصح. انت محتاج مثلا نظام غذائي فقط، انت محتاج تنزل 15 كيلو فقط، فمش محتاجين نعمل لك جراحات سمنة، او انت محتاج جراحات سمنة، ما عندناش biased we are not biased، يعني ما عندناش تحيز ان احنا نعمل دايت فقط او ان احنا نعمل تكميم فقط او لا خالص. ده كان الحمد لله يعني من ضمن ان احنا فكره ان احنا نعمل مركز كامل متكامل يخص جراحات السن. انا عايزك تتخيلوا لو انتوا شله من الناس اللي وزنها زياده، شله وشله دي اوزانها متباينه، يعني في واحد تخين جدا، في واحد تخين شويه صغيرين، في واحد تخين حاجه يعني بسيطه خالص، واقفين قدام المركز اشبه بطرق عديده كده، كذا طريق، 1 2 3 4 مثلا. هنبدا الاول باللي عنده سمنه مفرطه، الطريق اللي هيسلكه هينقله اتنقله اللي عنده سمنه مفرطه. سمنه مفرطه معامل كتله الجسم اعلى من 35 بنتجه للعمليات، سواء كان تكميم، سواء كان تحويل مسار، سواء كان ساسي، على حسب بقى هو عنده سكر ولا لا، على حسب هو بيحب الحلويات ولا لا، عنده ارتجاع في المريء ولا لا، حاجات كتيره جدا جدا احنا بناخد تاريخ المرضي. والله يا دكتور ايمن انا يمكن العمليه بتاخد الحمد لله فضل الله علينا، ممكن العمليه تكون بتاخد ربع ساعه والكشف بياخد ساعه الا ربع. ليه؟ لان بقعد افصص العيان كل حاجه، يعني الادويه اللي بياخدها، عنده سكر بقاله كام سنه، السكر ده بياخد له انسولين ولا بياخد له قراص، الضغط بياخد له ايه، الكوليسترول بياخد له ايه، الحلويات اللي بيحبها حلويات صلبه زي الكنافه والبسبوسه والجاتوه، ولا حلويات سائله زي الشوكولاتات والعصاير والمشروبات الغازيه. فعلا بقعد في الكشف لان ده مهم جدا 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 ان يخلينا نختار العمليه الصح. فزي ما حضرتك قلت خلاص، معامل كتله الجسم سمنه مفرطه ومعامل كتله الجسم اعلى من 35 ده محتاج احد العمليات اللي هي جراحات السمنه. اقل من 35 او يعني نقدر نقول من 30 ل 35، من 28 احنا زي كاتيجوري، من 28 ل 30 ده نظام غذائي فقط، مش محتاج اي حاجه تانية خالص. طب من 30 ل 35 اللي هو معامل كتله الجسم اللي هو تقريبا بنتكلم في زياده حوالي 20 كيلو. هنرجع للشله تاني، واحد من الشله ده بينطبق عليه المواصفات اللي هو في اتجاه ايه بقى؟ ده بقى عندنا حلول هي مؤقته ما هياش دائمه، ودي من اهم او يعني لازم بقولها للمريض قبل ما ابدا معاه الحلول دي. زي ايه؟ زي كبسول المعده وزي بالون المعده. دول حلين سهلين جدا، ما فيهمش اي عمليات خالص. الكبسول دي عباره عن ايه؟ حاجه قد القرص المضاد الحيوي، ده اختراع حاليا يعني بقاله تقريبا سنتين في العالم كله، بس عامل ضجه بصراحه رهيبه. كبسوله قد عقله الصباع بالظبط، المريض بيبلعها عندي في العياده. هي مش كبسولات ادويه خالص، لا ده هي كبسوله، هي نوع من البالون، هي بالون المعده. الكبسول دي بيبلعها بميه، بتنزل في المعده، بنطمن عليها واحنا في العياده بجهاز باشعه، طمنا خلاص ان هي موجوده في المعده، بنبدا نملاها بسائل معين تتحول الى بالون. فكرتها ايه؟ فكرتها ان البالون ده يخلي المريض لما يجي ياكل، بدل ما هياكل بيتزاية بحالها، هياكل قطعة واحدة او هياكل قطعتين، هيشبع بسرعة. بدل ما هياكل طبق رز مثلا، هياكل معلقتين ثلاثة رز، فهيشبع بسرعة، لان تجويف المعدة مليان بالبالون ده او بالكبسول ده. وهي بعد 4 شهور بتنزل لوحدها، فدي ولا محتاجة بنج ولا محتاجة دخول مستشفى ولا محتاجه مناظير ولا محتاجه اي حاجه خالص، بس عيبها ان هي مؤقته، تقعد 4 شهور وتنزل. عايز فلازم عيب بالظبط، لازم المريض خلال الفتره دي يدرب نفسه على النظام الغذائي. وعشان كده بنختارها للناس اللي هو عنده 15 20 اللي هو ما فقدش التحكم ووصل لسمنه مفرطه. حضرتك فاهم قصدي؟ عشان كده احنا بنختارها للناس ديت، للفئه دي.
طبعا اللي زيها بس طبعا حاجه قديمه شويه اللي هي بالون المعده اللي بتتركب بمنظار عادي جدا وبتتشال بعد 6 شهور بمنظار برضو عن طريق الفم. مفيش جراحه خالص وما بياخدش حتى بنج المريض، هو مجرد بيكون منظار بيدخل بالظبط منظار عن طريق الفم يدخل خلاص اطمننا ان الـ 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 البالون في مكانها، بنبدا نملاها بتملى تجويف المعده نفس فكره الكبسول بالظبط. مين اللي يصلح مع البالون والكبسوله؟ هما الاثنين على فكره نفس الكاتيجوري بتاع نفس الناس المريض. احنا قلنا اللي هو عنده 15 20 كيلو ماكسيمم زياده اوكي، ويكون مؤهل، ودي على فكره تحتيها مليون خط، ان هو يكون مؤهل ان هو هيعمل نظام غذائي بعد كده. دي مش حل نهائي، البالون او الكبسول ده مش حل نهائي، ده هو حل سهل جدا ما فيهوش عمليات، ما فيهوش دخول المستشفى، ما فيهوش اي حاجه خالص، ده مجرد كبسوله بتبلعها في العياده بس هتقعد معاك 4 شهور. لازم انت تدرب نفسك خلال ال4 شهور دول انك انت تبدا تعرف تاكل ازاي وتعمل ايه بمساعده دكاتره التغذيه اللي برضو معانا في المركز. دي برضو من النقط المهمه جدا، ان هو ما يروحش يركب الكبسول ويمشي، لا ده انت هتيجي تتابع مع دكتوره التغذيه اللي معانا او دكاتره التغذيه اللي معانا عشان يدربوك هتاكل ازاي وهتعمل ايه والكلام ده. احد الحلول برضو اللي موجوده في نفس الكاتيجوري دي او موجوده في نفس الفئه دي وهو طي المعده او كشكشه المعده. دي عمليه بالمنظار زيها زي التكميم كده، بتتعمل بالمنظار، فكرتها هي شبه التكميم بس بنقلب المعده على نفسها بنطويها او بنكشكشها، فدي دائمه. الميزه فيها ان هي دائمه بس هي عيبها ان هي ما بتنزلش اوزان عاليه زي التكميم، لان احنا عارف حضرتك زي ما يكون عندك بنطلون مخيطه مثلا فبيبقى شويه هي بعد فتره بتريح المعده بتريح شويه، عشان كده بنختارها برضو للفئه دي اللي هي حد عايز يخس 15 20 كيلو فقط، مش ارقام عاليه يعني. ميزتها عن الكبسول او عن البالون ان هي حاجه دايمه، ان هي مش حاجه مؤقته، مش حاجه هتقعد 4 شهور او 5 شهور وتنتهي، لا هي حاجه دائمه. اللي ركب بالونه مطلوب منه ايه بعد ما يشيل البالونه؟ هو في الوقت البالونه هيخس بالظبط، الخوف كله ان هو بعد العمليه يرجع يتخن تاني. تمام، بعد الاجراء يعني. وعشان كده هاو تو سيلكت ده الاهم، ازاي نختار ده الاهم. وعشان كده زي ما بقول لحضرتك ميزه وجود مركز كامل متكامل ان انا مش يعني معلش عفوا، انا احيانا بلاقي مريض جاي لي 180 كيلو مركب بالون بالظبط، هو توجه غلط لانه راح في مكان ما بيعملش غير بالون، فهو توجه غلط او هو يعني اتوجه غلط ان هو راح ركب بالون، ده مشي في الطريق اللي المفروض صاحبه يمشي فيه، اللي في صاحبه التاني كان يمشي اللي هو فيه. اللي صاحبه 180 ده هو مش 180 هو 100 بالظبط. فاحنا ليه بنختار اللي هو عنده 15 20 كيلو فقط؟ ما فقدش التحكم في نفسه اللي خلاه يوصل ل 180. حضرتك فاهم قصدي؟ هو ما زال عنده تحكم في نفسه شويه، ان هو لسه مجرد 15 كيلو او 20 كيلو فقط، فاللي عنده لسه تحكم ده البالون ممكن تجيب معاه نتيجه. لسه الجريلين ما 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 كل حاجه عليك. كل حاجه لسه في ايدي التحكم، عارف هو مفتاح لسه انا لسه المفتاح في ايدي ابو 180 ده، لا المفتاح فقط خلاص مش في ايدك انت، فخلاص بقى الحل في العمليه. هو على فكره في البالونه في ابو 180 مش هيوصل لرقم كبير، هو هينزل ممكن لو فرضنا انه هينزل هيبقى ابو 160 او 150، مش حل. ابو 150 ده سهل جدا يرد تاني 200 طبعا طبعا طبعا، خاصه ان هو ما هو ايه اللي خلاه وصل 180؟ ان هو فقد التحكم في نفسه لغايه ما وصل ل 180، فالبالون مش هتنفع معاه، البالون او الكبسول مش هتنفع معاه. عشان كده زي ما قلت لحضرتك هاو تو سيلكت دي اهم حاجه، يعني دي اهم حاجه ان احنا ازاي نختار المريض الصح للعمليه الصح، توفر على المريض دخول او ان هو ينتهي من السمنه خلاص، خلصت حاجه وعملها وراح دماغه خلاص، ما يبقاش ما يحتاجش تاني دكتور اسامه، هو عمل العمليه وخلاص. خليني قبل ما اروح اشوف ايمن عايز اشوفه، ده هنختم بيه. ايمن ده انا شفته مره قبل كده بس انا عايز اخلي الناس تشوفه تاني في اخر الحلقه، بس قبل ما نشوفه تاني عايزك تحكي لي قصته. ايمن قصته كانت ايه؟ لان احنا شفناه في حلقه قبل كده وحكينا قصته باختصار. ايمن ده كان من جاي لنا من اسوان، وزنه كان 240 كيلو، يعني فضل الله علينا الحمد لله رب، يعني الحمد لله هو جاي لنا مخصوص من اسوان لان الاوزان دي مش اي مكان، يعني لازم
لازم يكون في خبره الحمد لله رب يعني قويه جدا للجراح والتيم اللي معاه ان هم يعرفوا يتعاملوا مع الـ 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 الاوزان ديت يعني. فهو جا لنا الحمد لله من اسوان مخصوص، فضل الله علينا عملنا العمليه يعني الحمد لله. حتى احنا كنا في العمليه يعني شغالين زي كل الحالات يعني 240 كيلو الاجهزه الصغير الترابيزات العمليات شايلاه الحمد لله بكل لان احنا الترابيزات اللي عندنا بتشيل لغايه 350 الحمد لله يعني. الحمد لله تاني يوم زيه زي اي مريض، شرب روح تاني يوم خرج، هو شرب بعد ساعتين ثلاثة من العملية روح تاني يوم بدأ يمارس حياته العادية جدا بعد يومين ثلاثة. فالحمد لله رب يعني هو فعلا من الحاجات الجميلة يعني. أيمن الناس عملت له تكميم معدة ولا تحويل مصري؟ كان تكميم، تكميم يعني. أنا كمونة ما كانش عنده مرض سكر الحمد لله، مش شارح في الحلويات، ما عندوش مشكلة في ارتجاع المريء أو في أي حاجة في الارتجاع. فتكميم من العمليات الهيلة بشرط أن المريض ينتبه للحلويات، ينتبه للشوكولاتات والشيبسي والمكسرات وكل الحاجات دي كلها بس يوظف صح يعني. أيمن بالزبط. هو كان صاحب الطريق الأول، لو واحد تاني صاحبه جاه عنده مثلا 100 كيلو هيناسبه بقى بالونة مثلا أو ممكن 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 على حسب ساعتها بالظبط. زي ما بقول لحضرتك برضو لازم أقعد مع المريض وأتكلم معاه، خلي بالك انت الكبسول ده اجراء سهل جدا او البالون ده سهل جدا جدا، اجراء بسيط جدا بتركبه النهارده بينتهي ما فيش فيه اي مشكله خالص، بس بعد 4 شهور لازم انت اللي تخلي بالك من نفسك، وانت بما انك عندك 15 كيلو فانت لسه عارف تتحكم. اهم حاجه في شلتك بقى انت تبقى عارف مين يروح فين يعمل ايه في الشله بتاعتك، كلهم عندهم زياده وزن بس في اللي هو وفي كل واحد من الشلة له طريق. اللي عنده زيادة مفرطة جدا له طريق، ما لو سلك طريق تاني هيضيع وقت وهيضيع فلوس بلا جدوى. اللي في الوسط له طريق، اللي عنده 5-6 كيلو له طريق برضه، أو 5 كيلو ده ولا 6 كيلو ولا حتى 10 كيلو ما ينفعش يقول أنا هروح أعمل تكميم. لا طبعا ما ينفعش. لا طبعا. أنا قابلت ناس أنا بشوفهم والله 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 بيجي لي بنت 70 كيلو. انا قابلت في البنات بالذات سعيد يقول لك عايز اجيب ملايه عايز اعمل تكميم مش طلع بره مش يا دكتور دول دول لازم ازعلهم اكتب لك مش طلع بره اكتب ما فيش يعني حرام. نورتك العاده ربنا يخليك يا دكتور بستمتع بالحوار معك ده شرف ليا ربنا يخليك. وهنختم انا تعاطفت جدا مع هذه الحلقه ولازم كلنا نحس بالناس دي، فلازم اسيبكم مع يعني ضيفنا الثالث أيمن، لكن ضيفي أكيد اللي كان منورنا والقيمة العلمية المتميزة والاسم اللامع في هذا المجال الأستاذ الدكتور أسامة خليل، أستاذ جراحات السمنة والمناظير، أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر وعضو الاتحاد الدولي لجراحات السمنة وأمراض السكر. دايما بتنور الدكتور. ربنا يخليك يا دكتور أيمن، شرف ليا. ربنا يخليك يا رب. خليكم دايما بقى معانا مع الدكتور. اسمي أيمن شعبان رمضان من أسوان، 31 سنة. أنا كنت بعاني من السمنة مفرطة من منذ الصغر، حاولت إن أنا أعمل كذا فترة دايت لكن للأسف ما كانش بينجح معايا، كنت برجع تاني وأزيد وزني، كنتش بقدر أسيطر على نفسي. لكن أنا الآن لما بقيت عندي مشاكل في رجلية بقت تألمني وبقيت في مشاكل صحية بتأثر معايا، فحاولت ان انا احل المشكله من جذرها. انا بنصح اي حد يفكر يعمل العمليه دي ما يترددش، لان بجد انا كنت تعبان في حياتي، فحبيت ان انا انصحكم ان كل واحد يحب يعمل العمليه ما يترددش، ان شاء الله خير باذن الله. انا لما قعدت مع الدكتور اسامه شرح لي ازاي العمليه بتبقى سهله وبسيطه وما بتاخدش وقت وما بتأثرش على أي حاجة من الأجهزة، فحبيت إن أنا أعمل العملية، حبيت إن أنا أشوف الراحة اللي أوصل لها بعد العملية. فيعني أنا الآن إن شاء الله هعمل العملية بإذن الله هطمنكم عليها. أنا محتاج إن أنا يعني نفسي يعني كنت أخش الجيم يعني وأظبط جسمي، لأن ده هيفيدني في شغلي وحياتي العملية، لأن بجد يعني أنا بيجيني شغل كتير كنت برفضه بسبب موضوع جسمي ده. فإن شاء الله بعد العملية أنا متوقع بإذن الله إن أنا أقدر أي شغل هيجيني مش هرفضه بإذن الله.
انا امبارح عملت العمليه خلصتها امبارح الساعه 8 بالليل، والحمد لله انا ما كانش في اي تعب ولا مشاكل، ومتاخرش الدكتور في عمل العمليه، وان شاء الله انا تمام دلوقتي. تاني يوم اهو الحمد لله بقدر اشرب وبقدر اتحرك، وان شاء الله انا نص ساعه وهروح. أطقم الأسنان الأولى ظهرت في إيطاليا سنة 700 قبل الميلاد، كانت عبارة عن أسنان بشرية مع قطع من أسنان الثور وفرس النهر وعاج الفيل محشورة في أسلاك من الذهب، وكانت بتفوح منها رائحة كريهة وشكلها كان شاذ ومفتعل. التقنيات الحديثة دلوقتي وفرت طرق كتيرة متنوعة في مجال تركيب وزراعات الأسنان، ما بقاش بس طريقة لإعادة تأهيل الأسنان، لكن كمان لتجميل الأسنان والحصول على شكل أجمل وثبات ومتانة وراحة وإحساس طبيعي. لكن في ناس بتبقى ماشية من غير سنان موجودة، سنتين ثلاثة رايحين من الشمال وسنتين ثلاثة رايحين من اليمين، وبيبتسم ابتسامة يدوبك عشان ما يبينش المفقود، ويقول لك لا لا أصل الزراعة بتطول ومش عارف إيه. تعالوا نفهم النهاردة ليه السنان تاخد هذا الشكل الهام جدا في الشكل الجمالي لأي إنسان. النهاردة حوار مهم جدا جدا مع واحد من نجوم هذا المجال، الحقيقة بيسعدني جدا بأسلوبه الراقي وبشرحه التفصيلي وبالنقط اللي أنا ببقى فعلا قاعد مستمتع جدا بأن أنا أسمع منه كل التفاصيل العلمية والإنسانية وتفاصيل الكواليس بتاعة القصة، ليه ده بيتم وليه ده بيتم. حديث مختلف تماما تسمعوه النهارده مع واحد من نجوم عالم الاسنان، ضيف العزيز الاستاذ دكتور كريم مدحت استشاري تجميل وزراعه الاسنان، الاسم المتميز للغايه. اهلا بيك دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. التوأم الهام جدا جدا في عالم طب الاسنان للزراعه اكيد هو التجميل. اكيد مليون في المية. هو التجميل نجم الشباك، التجميل جزء البريق، جزء بقى بتاع الحوار اللي هو ايه، في ابتسامة، ده رقم واحد. كيب. رقم اتنين في طلبات من المريض، يعني يمكن في الزراعة ما فيش طلبات، يعني هو بيتكلم انا عايز ازرع بس. وانا بتاعك، المريض يقول لك انا معاك في اي حاجة تمام. يجي بقى اول ما نتكلم في هوليود سمايل والتجميل يقول لك لا استنى بقى، اقعد بقى معايا كده ووريني بقى كده نفصص سنة سنة وهنعمل ايه. لذلك اول سؤال عايز اسأله لك في التجميل، ايه الطفرة اللي حصلت في التجميل؟ ليه التجميل دلوقتي بقى نجم الشباك الاول فعلا؟ هو قصة التجميل زي ما قلت لحضرتك او في طب الاسنان عموما، ده حصل عندنا طفرة تكنولوجية كبيرة جدا 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 باجهزة كتيرة جدا جدا وسريعة. يعني في خلال العشر 15 سنة اللي فاتوا دول دخل كام جهاز غيروا طب الأسنان بالمرة. اتكلمنا عن الأشعة المقطعية وأهميتها، من ضمن الأجهزة التانية أو السوفت ويرز التانية الدي اس دي، ده سوفت وير معين اللي هو التصميم الرقمي للابتسامة، اللي زي ما قلنا بناخد صور معينة وندخلها على السوفت وير دوت ونقدر نطلع بيها ديزاين معين. طب بعد ما عملنا الديزاين ده عندنا السيرك، الجهاز العبقري اللي هو كات كام بقى والسيرك، الكات كام والسيرك والحاجات دي. الديزاين اللي حضرتك عملته ده بالدي اس دي بتدي اوردر لمالينج ماشين، مخرطه كده معينه بتطلع لك الديزاين ده لواقع الاسنان، بتقدر تستخدمها او تركبها في بق المريض على طول. تاني حاجه الليزر، الليزر ده جهاز جبار. الليزر ده بنستخدمه نروح بس كتير. للليزر السيرك تمام، سؤالي قبل ما نروح للليزر تمام، لان الليزر انا بحبه لكن تمام. السيرك هنقف عنده انا بحبه برضه تمام، لكن هو السيرك او الكات كام يسوق الليله يعني من خلاص بقى يبقى هو ده الدكتور؟ لا طبعا مفيش حاجه اسمها قدام الجهاز كده لا طبعا. طب هرجع لنقطه صغيره، قصه الهوليود سمايل. مشكلتنا مع الهوليود سمايل ان الناس واخده ان الهوليود سمايل دي علامه تجاريه او منتج بيتباع. الهوليود سمايل دي هو بكل بساطه ليه سميناها هوليود سمايل؟ الناس بتوع هوليود الفنانين والممثلين والكلام ده دول دايما معرضين للكاميرات وللاضواء، فبالتالي لازم يبقى عندهم ضحكه مثاليه.
سميناها هوليود سمايل عشان كده. الهوليود سمايل دي حاجه او الضحكه المثاليه اللي بنوصل لها باكتر من طريقه. اللي بيساعدنا في الاكتر من طريقه دول زي ما قلت لحضرتك التصميم الرقمي للابتسامه وجهاز السيرك. بيساعدونا ازاي؟ بكل بساطه الحاله بتيجي بنبدا نشخصها، نشوف الحاله ديت هل الهوليود سمايل دي هنوصل لها بتركيبات زي ما حضرتك شايف كده هو ده جهاز السيرك او ده السوفت وير اللي بنتكلم عليه او ده الدي اس دي التصميم الرقمي. انك بعد ما بتصور الحاله نفسها او بتعمل التحضير للاسنان معينه بتبدا تصمم شكل السنه نفسها على التحضير اللي حضرتك عملته. ده بيخليك تشوف قبل ما تعمل السنه دي او قبل ما تنفذها على الواقع هيبقى شكلها عامل ازاي، وبالتالي بنوصل للنتائج اللي احنا شايفينها دي كلها. هوليود سمايل مش المريض هو اللي بيحددها، سواء مش بيجي يقولك انا هعمل فينير انا هعمل تركيبات انا هعمل مش عارف ايه. هوليود سمايل دي هي حاله بنوصل لها، ممكن تبقى بتنظيف للاسنان لو الاسنان عندنا حالتها كويسه ومرصوصه ولونها كويس، ممكن الاسنان عندنا تبقى مرصوصه وشكلها حلو بس محتاجه شويه تبييض ودي حاجه مش مكلفه خالص وبتاخد وقت صغير خالص، ممكن تبقى الاسنان لونها كويسه بس مش مرصوصه اقول له لا انت محتاج تعمل تقويم كده على جنب، مش محتاجين ولا برد ولا محتاجين مقاسات ولا محتاجين اي حاجه من الكلام ده كله. زي حاله زي ديت احنا عندنا الاسنان بتاعتنا الحاله دي ناقصها كمان صوره، الحاله دي كان عندها ضحكه لثويه ان اللثه بتاعتها عندها حصل لها اوفر جروث ان هي نمت زياده عن اللزوم ومغطيه تقريبا كانت نص الاسنان. اتعرضت الاول لجلسه ليزر رسمنا لها اللثه بتاعتها عشان نوصل للمنظر ده. طبعا عندنا الاسنان اللي ورا هنا هوت في الجزء الشمال ده راجعه لورا والاسنان اللي تحت هي اللي سابقه لقدام، طبعا دي مش العضه المظبوطه بتاعتنا خالص. بدانا ان احنا نشتغل على اللثه في الاول ونرسمها، وبعد ما وصلنا للرسمه ديت هل الحاله دي ينفع لها فينيرز؟ اكيد مش هينفع لها فينيرز، احنا عندنا سنه طالعه لقدام قوي وسنه راجعه لورا، هتعمل ايه قشره سمكها نص ملي في حاله زي كده؟ اضطرينا ان احنا نلجا لحل تاني اللي هو التركيبات والفينيرز او الكراونز اللي بيعملها السيرك الجهاز اللي احنا بنتكلم عنه العجيب السحري ده. بناخد صوره زي كده وبندي تخيل من عندنا او الجهاز بيدينا تخيل هي التحضيرات المفروض تبقى شكلها عامل ازاي او المفروض ان احنا نبقى عاملين ازاي عشان نوصل لشكل عامل ايه في التحضيرات بتاعتنا بطريقه معينه. ودي زي عشان كده بقول لحضرتك السيرك عظيم وكل حاجه بس لا يغني ابدا 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 عن كفاءه الدكتور او عن شطارته او عن خبرته. اللمسه البشريه اكيد مستحيل، لان انا بعتبر ان التطور التكنولوجي ده او الاجهزه دي كلها عامله زي عربيه السباق. عربيه سريعه جدا وقويه جدا تقدر تجري بيها، بس لو ما سيطرتش عليها ومسكتها كويس هتكون النتيجه اكيد كارثيه. دي نتيجه التجميل او الهوليود سمايل بتاعتها. روعه. تركيبات وعلاج لثه، مجموعه تخصصات اجتمعت مع بعض، وطبعا بفضل جهاز السيرك هو اللي عمل الاسنان دي بعد ما عملنا الديزاين بتاعها زي ما شفنا في الفيديو اللي قبل ده وصلتنا للنتيجه دي. كنت هتتكلم على الليزر ودخل الليزر في حوارنا واحنا بنتكلم على التجميل. وانا شفت وانت بدايه كلامك على الليزر دوره في عالم التجميل بدات اول ما نطعت الليزر ابتسمت كده ابتسامه واسعه. جهاز رهيب. جهاز رهيب جدا جدا الليزر. جدا حللنا مجموعه مشاكل في طب الاسنان ابرزهم مثلا الضحكه اللثويه. الليزر هو جهاز بيشتغل على السوفت تيشو على الانسجه الرخويه اللي موجوده جوه زي اللثه والكلام ده. بقدر استخدمه في ايه؟ في بعض حالات عندنا مثلا بتيجي الضحكه اللثويه، الضحكه اللثويه دي اللي هي لما حد بيضحك بيبان جزء من سنانه، الجزء ده ممكن يبقى صغير، ممكن يبقى متوسط، ممكن يبقى كبير. الليزر في حاله الضحكه اللثويه البسيطه او المتوسطه بس كفيل بده. طب الاستعاضه عنها قبل كده او الليزر ده بدلنا بيه ايه؟ او بدلناه بايه؟ بكل بساطه احنا بدلنا جهاز الليزر ده بحاجه زمان، زي مثلا ما احنا شايفين في الفيديو ده دي عندنا اللثه بتاعتنا هي حاصل لها اوفر جروث يعني هي بزياده شويه فمغطيه جزء من الاسنان. الجزء ده بكل بساطه احنا هنقدر بعد ما نقصه هنحافظ على العلاقه بتاعت اللثه والعظم اللي حكينا عليها اللي هي الاربعه وخمسه ملي اللي اتكلمنا عنها في الحلقه اللي فاتت. بالظبط اللي اتكلمنا عنها، فبنقدر ان احنا نعملها. حاله زي ديت دي ضحكه لثويه بس بنقول عليها متوسطه، ان هي لما الحاله بتضحك بيبان جزء من اللثه مع الاسنان. حاله زي دي اتعاملنا معاها ازاي زمان؟ كان حلها ايه؟ كان زمان حلها جراحه لثه، جراحه كبيره جدا ان احنا بنقص اللثه دي بمشرط وحاجات من دي وخياطه وبنفضل عليها ست شهور لحد ما الدنيا تظبط وتبقى تمام. دلوقتي احنا في جلسه واحده ببنج خفيف خالص او في حالات من غير بنج اصلا خالص
بنشتغل حالة زي دي وبنقدر نرسم اللثة بتاعتنا، وكمان برضو داخل معانا السرك لأنه بيقدر نعمل بي ديزاين. دي النتيجة بتاعتها بعد ما قصينا اللثة، ما عملناش أي تجميل ولا عملنا فينيلز ولا عملنا أي حاجة، هو بس الجزء التجميلي اللي كانت محتاجة أو الشق التجميلي اللي كانت محتاجة هنا كان إن احنا نرسم اللثة أو نقص اللثة بالليزر. استعدنا عن العملية دي بالليزر، جلسة مدتها نص ساعة وصلنا بيها للنتيجه دي. طب بعد في خلال ربع ساعه خلاص شرفت يا فندم. المتابعه بتاعتها ايه يا دكتور ايمن؟ ده شويه مضمضات وحاجات كده بسيطه، وبتيجي بعد اسبوع بتشوف منظر تاني خالص 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 خالص. يعني دي بالنسبه لها هي كده عملت تجميل الحاله دي، بس هي اكشولي هي عملت ايه؟ عملت جلسه قص ليزر بس. وصلنا بيها للنتيجه دي. الليزر جهاز عظيم في عالم جدا 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 جدا، يعني له ادوار كتير هنتكلم عليها في التعامل مع امراض اللثه. ده بداوا يطوروا كمان منه دلوقتي يا دكتور ايمن، انه ما بقاش يتعامل مع السوفت تيشو بس، مع الانسجه الرخويه بس، لا كمان ممكن تتعامل بيه مع الاسنان ومع العظم في حاجات معينه، بس طبعا اجهزه معينه متطوره من الليزر اللي بتقدر تتعامل في الكلام ده. وانت بتتكلم على حاله قلت لي دي مش هينفعها بنير، دي لازم لها كراول، لانه لسه الحاله اللي هي كان فيها نوع من عيوب العضة باينة جدا، واحدة متقدمة والتانية متأخرة في نص السنان بالظبط، اللي احنا ظبطناها من شوية بالظبط. ده يخلينا نقف قدام الفينير. هل الفينير كنجم شباك في عالم التجميل الناس بدأت زي ما بيقولوا تحمله فوق طاقته؟ ده حقيقي. الناس بقى عندها اعتقاد ان التجميل او الهوليود سمايل هو الفينيرز، بغض النظر عن هل ينفع ولا ما ينفعش، مع ان الفينيرز استخدامها في طب الاسنان محدود بحالات معينه، مش محدود بحالات معينه يعني حالات قليله، لا، بس كل حاجه ليها قوانين. خلينا نتفق على ان اي حاجه بتتعمل مظبوطه، تتعمل بالطريقه الصح بتاعتها، اكيد بتستمر معانا وما بيجيش منها مشاكل. الفينيرز عشان تبقى نتيجه تجميل كويسه او نتيجتها في التجميل كويسه، لازم في الاول اشخص ان الحاله دي ينفع استخدم لها فينيرز. يعني مثلا عندنا حاله الاسنان مرصوصة في مكانها، في بس ممكن تفاوت في بروز الأسنان بسيط جدا، فروقات بسيطة ما بين الأسنان، كسر في الأسنان بسيط جدا، مش لنص السنة، مش لدرجة نص السنة مكسورة. ده حالة زي كده مثلا، عندنا تصبغات في الأسنان، حبة تسوسات في الأسنان بالظبط، حبة فروقات بسيطة كده ما بين الأسنان. حالة زي دي هي اوريدي السنان كلها تقريبا مرصوصة أو في تفاوت بسيط في الرصة بتاعتها. الفينيرز كمان ومع التطور اللي احنا فيه ده، التخانه بتاعتها كنا زمان بنبرد كميه كبيره، ممكن بنعدي الملي فيها عشان خاطر ناخد طبقه فينيرز كويسه او نعمل طبقه فينيرز كويسه قويه تستحمل المضغ والقطم والكلام ده. دلوقتي مع التطور السيراميكس او اللي هي المواد اللي بتستخدم سواء اي ماكس او سواء زيركون، بقينا دلوقتي نقدر نستخدم حاجه اسمها المينيمال بريب فينيرز، اللي هي الفينيرز اللي بتستخدم اقل تحضير، بتبقى سمكتها تقريبا نص ملي. نص ملي ده اللي هي نص الشرطة الصغيرة خالص اللي على المسطرة دي، الملي نصها. حالة زي كده دي جت عايزة تعمل تجميل، تمام، نعمل تجميل، هل في الحالة دي نتوجه لكراونز وان احنا نبرد ونعمل الكلام ده كله؟ اكيد عندنا حل بديل ليها اللي هو الفينيرز، بنخشن او بنبرد من السطح الخارجي ده نص ملي، انا بسميه تخشين بصراحة. ليه؟ لان نص ملي ده لا يعد مقياس في التجميل، واللي احنا بنشيله بنرجع مكانه بالظبط طبقة من السيراميكس ديت اللي هي الايماكس او الزيركون زي كده، النص ملي اللي شلناه بنرجعه تاني بس برصة جديدة بلون جديد برسمة جديدة خالص 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 خالص. يبقى حالة زي دي قلنا انها تنفع الفينيرز لان استوفت شروط الفينيرز، لكن حالة زي اللي فاتت بروز كبير جدا في الاسنان وتراجع كبير جدا في اجزاء اخرى، ازاي فينيراية او عدسة سمكتها نص ملي؟ حالة زي كده بتطبق برضو المبدأ اللي قلنا عليه، اسنان مرصوصة فيها تعوجات بنسب، فيها كسر في الاسنان من الحتت ديت بس برضو مش واصل لحد نص السنة. هنشوف دلوقتي النتيجه بتاعتها بعد ما بتتعمل الفينيرز، اهي سمكتها طبقه سمكتها او عدسه سمكتها نص ملي بس غيرت في الحاله كتير. طب بنتسال هل بنعمل حاجه زي كده هقدر ان انا اقطم واكل واشرب واعمل اللي انا عايزه؟ طبعا هي معموله عشان تتعامل معاها معامله الاسنان الطبيعيه، لكن بشرط واحد اللي بيغيب عن الناس، الحاجه اللي ربنا بيخلقها مستحيل ان احنا نقدر نعوضها. احنا بنبذل مجهود كبير عشان نوصل ل 90 او 95% زي منها زي ما قلنا، تمام، لكن الحاجه اللي ربنا خلقها اللي هي احسن حاجه في الدنيا، لو اهملناها وما تابعناش مع دكتور الاسنان، ما اهتمناش بالنظافه الشخصيه بالفرشاه والمعجون مرتين في اليوم، الخيط الاسنان على الاقل مره في اليوم، اكيد بتبوظ وبيحصل فيها مشاكل. يبقى الفينيرز او الكراونز او الزرعات او ايا كان الموضوع برضو مهم فيه جدا 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 بعد التجميل، مش ان انا خلاص عملت تجميل انا وصلت النتيجه اللي انا عايزها، اكل واشرب انا تمام، فانا لا،
المتابعة والاهتمام في البيت قبل الدكتور كمان. شوية تعليمات بياخدها مننا، بقعد اشرح له التعليمات دي، انت مطلوب منك تعمل واحد اتنين تلاته، التعليمات دي مش حاجات اضافية، ده هي المفروض العادات الطبيعية بتاعتنا كغسيل اسنان كخيط اسنان والمتابعات المتابعات المستمرة عند دكتور الاسنان، مستمرة مش باستمرار، احنا بنتكلم كل 3 شهور زيارة او كل 6 شهور، سواء بنحتاج نعمل تنظيف، سواء بنحتاج ان احنا نتشيك بس على السنان وممكن ما بنحتاجش نعمل اي حاجة. بس لو حافظنا على الكلام ده كله هناخد نتيجة كويسة للتجميل وكمان هتبقى مستمرة معانا. في طائفتين انا اعتقد كلاهما يعني محتاج يعيد نظر في فكرته عن الفينير. في ناس عندها فكرة ايه؟ ان انا هعمل فينير هتعيش معايا مدى الحياة بقى وما ينفعش يحصل اي حاجة فيها. تمام. وفي ناس تانية بتروج لانه هتعمل الفينير ده انت محتاجها، ده انت هتغيرها كتير، انت لو دخلت في حياة الفينير انت كل كم شهر كده لازم تروح تجيب فينيرة جديدة. بصراحة ده كلام مش صح. وبص زي نفس فكرة ايه الاثنين أصلاً... الاثنين مش صح. لا، ان فكرة ان انا هحتاج اغيرها كل شوية دي ده مش كلام صح في المية خالص. لسبب صغير، احنا زي ما اتفقنا ان اي حاجة بتتعمل مظبوط ابتداء من التشخيص، رحت للدكتور شخص لك ان انت حالة تنفع تتعمل فينير، ده من الاول عملنا اشعاعاتنا اتأكدنا من الحالة المرضية بتاعت الحالة بتاعتنا، بدأنا نعمل الإجراء بتاع الفينير بطريقة مظبوطة، استخدمنا فيه أجهزة الحديثة اللي اتكلمنا فيها، وطبعا بالاستعانة بدكتور متخصص في الحتة دي. الفينيرز دلوقتي يمكن فيه دكاترة بتشتغلها بس فينيرز، يعني بس فينيرز بتشتغل الحتة دي بس. ليه؟ لأنها حتة دقيقة جدا، يعني زي ما بقول لحضرتك احنا بنلعب في 5/10 من الملي ولازم نطلع بيها للنتائج اللي حضرتك شفتها دي. بكل بساطة لو الحاجة اتعملت مظبوطة من أول التشخيص لحد التحضير بتاعنا لحد التصوير بجهاز السيرك لحد الديزاين المظبوط لحد ما احنا بنسلم الفينيرز ديت وتأكدنا ان العضة بتاعتها مظبوطة أكيد ما فيهاش مشاكل. حالة زي دي حالة فينيرز باي ذا واي، يعني دي حالة بالمناسبة هي كانت جاية لنا أصلا، هي عاملة فينيرز اوريدي، السنان دي فينيرز اوريدي معمولة، بس بكل بساطة احنا بنتكلم عن الفينيرز الحديثة اللي هي سمكتها 5/10 ملي. دي واحدة هي راحت لدكتور أنا عايزة أعمل فينيرز، عملهم لها ولكن بكل بساطه كان عندها مشكله بسيطه قوي 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 وصلتنا للنتيجه دي. بالنسبه ليها ما كانتش مرضيه، هي بالنسبه لنا مش مرضيه خالص. طب ليه مش مرضيه؟ الاسنان اللي هو عمل عليها العدسات البسيطه خالص اللي هي سمكتها 5/10 ملي دي اكيد بتشف لون الاسنان اللي تحتها. في الحاله دي اللون اللزق اللي بنستخدمه السمنت اللزق اللي بنلزق بيه الفينيرز او العدسات دي على الاسنان بيفرق معانا جدا. احنا عملنا هنا السماكه الصغيره جدا مع اسنان تحت نسبة التصبغ فيها عالية قوي قوي قوي، فنتج عنه ايه؟ سنة فتحة، سنة غامقة، سنة مسفرة شوية، سنة أجزاء. بني شوية اجزاء في السنة بني قوي بس ده حقيقي، بس اللي معمول ده فينيرز وفينيرز سما كده 5/10 ملي، بس نتيجتها كده لان في حتة صغيرة بس غفلناها واحنا بنلزق الفينير دي. اللزق نفسه حتى اللزق بيبقى ليه درجات من الالوان، في بعض الحالات اللي زي كده مثلا بنستخدم لزق اوبيك، لزق معتم تماما زي كده عشان يطفلنا اللون اللي تحت ونبدا على اساسه نلزق الفينير دي من بره مغطيين درجه اللون الغامقه اللي تحتها فناخد لون موحد مثلا. هي نفس الرسمه او عدلنا شويه في العضه لان كان عندنا فروقات هنا في القواطع الاماميه ديت، طولنا السنان سنه ورسمنا الرسمه من اول وجديد وصلنا للنتيجه دي والست بقت مبسوطه جدا. هي عملت فينير بعدها ما كملت شهر او شهرين بتعيد الفينير تاني، بس ليه؟ عشان خطوه صغيره بس اتنست في الاخر خالص واحنا بنلزق العدسات دي. زي ما قلت لحضرتك لو اي حاجه اتعملت مظبوطه من الاول من اول التشخيص التحضير التصوير بتاع الحاجه دي او المقاسات بتاعتها التصميم بتاعها لو اهتمينا كمان حتى باللزق اللي احنا بنلزقه بيها اكيد هنحصل على نتيجه ممتازه جدا مش هنحتاج نغيرها. حاجه مهمه جدا احنا كل اللي اتكلمنا فيه ده دور الدكتور او دور المركز او دور العياده بتاعتنا. طب بعد ما حضرتك بتمشي من عندنا وانت واخد النتيجه المثاليه وعضه مظبوطه وشكل مظبوط والوان مظبوطه وكل حاجه مظبوطه، بيجي الدور بتاع الحاله نفسها اللي هو الاهتمام والمحافظه اللي احنا اتكلمنا عليهم، غسيل اسنان مرتين يوميا على الاقل، استخدام الخيط على الاقل مره واحده في اليوم كل يوم، ومتابعه دوريه مع دكتور السنان. هل لتغيير حاجه او تعديل حاجه؟ اطلاقا، احنا بس بنتاكد ان كل حاجه ماشيه تمام. والكلام ده مش عايزين نطبقه على فينيرز بس او تركيبات بس او زراعه بس، احنا عايزين نطبقه على حد مش عامل حتى ولا حشوه واحده، بس هو الطبيعي بتاعنا الاهتمام ده الوعي اللي احنا وحضرتك طبعا بتقودنا ان احنا دايما نوجه الناس ليه، الاهتمام دايما بالمتابعه مع طبيب الاسنان في فتره ما تزيدش عن 6 شهور، من 3 ل 6 شهور لازم يبقى في متابعه مع دكتور السنان. لكن زي ما بقول لحضرتك فكره ان الفينيرز تتعمل وتتغير كل شويه لا،
لو اتعملت مظبوطة من أول التشخيص لحد التسليم ولزقها مستحيل إنك تحتاج تغيرها تاني. لازم الناس تتفرج على لو اللي فاتهم حلقة الزراعة يرجعوها كويس جدا، وأكيد استمتعوا النهاردة بالحوار عن التجميل بشكل رائع جدا. ما تحرمش من حضرتك أبدا يا دكتور. أبدعت كالعادة. ده والله يا دكتور حضرتك اللي بتطلع أحسن ما فينا. لا 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 دائما دائما بتمتعني بأسلوب راقي جدا، أسلوب منظم للغاية، أسلوب هادئ، وعارف أولنا إيه وآخرنا إيه، الخطة اللي ماشيين عليها إيه، حتى الخطة العلاجية باينة جدا في كل كلمة وكل نقلة من كلماتنا من جملنا في كل محطات الحوار. وده يمكن أهم كلمة دلوقتي في عالم طب الأسنان، كلمة الخطة العلاجية وفريق العلاج. فريق العلاج والخطة العلاجية أكيد. ضيف العزيز الواحد من سوبر ستارز هذا المجال طبعا ضيف العزيز الأستاذ الدكتور كريم مدحت، استشاري تجميل وزراعة الأسنان، الاسم المتميز في عالم الأسنان، كان في واحدة من أرقى حلقاتنا على الإطلاق في الدكتور. ابعد عن أبو العريف وخليكوا دايما مع المحترفين مع الدكتور. اهلا بكم. احنا بنضر كل حته في جسمنا ضرر كبير، رقبتنا وظهرنا ضرر كبير جدا جدا. تعالوا احكي لكم قصه مهمه جدا لتوماس هيرزوك، ده مدير اعمال النمساويه كيري كورنبرج، طبعا اسماء صعبه خالص. كيري كورنبرج دي لعبت قفز بالزانه، ودي عندها 21 سنه، تعرضت للتطور هتتعور وساعات يكون الثمن غالي، لكن العلم الحديث بيوفر إلى حد ما فرص لأولئك الذين يصابون إصابات كبيرة. البي آر بي، هذا العالم المثير مع ضيفي العزيز. الحقيقة اليوم لقاء مهم جدا مع قمة علمية كبيرة واسم كبير، وأنا بعتقد أن هذه واحدة من لقاءات القرن 21. يعني إيه لقاءات القرن 21؟ يعني العلم الحديث جدا في عالم العناية بالعمود الفقري وبالعضلات. ضيف العزيز الاسم الكبير الأستاذ دكتور أيمن عنب. في قوانين في الجسم ما نقدرش نبدلها ولا نغيرها. ألم في ظهري ده انزلاق غضروف، وانزلاق غضروف يعني عملت اللي هو مش محترف يتجنب المخاطرة العالية لأنه هدفع ثمنها غالي. 15 سنة باخد علاج مش بتاعي، دمروني بجد. إزاي احنا نكسر القانون ده ونوصلك لمرحلة البناء والتصليح؟ البي آر بي، هذا العالم المثير. لا، في أولويات، وأنا ما بفكر العين بفكر له في الأولويات دي. إني في شهر هخف وهرجع لطبيعتي، عمري ما كنت أتخيل كده. الأستاذ الدكتور أيمن عنب، أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بكلية طب جامعة القاهرة، حاصل على دبلومة علاج الألم بتنظيم فسيولوجية الجسم ميلانو إيطاليا، زميل الجمعية العالمية لجراحات مناظير العمود الفقري فرنسا. ضيف العزيز الاسم الكبير الأستاذ دكتور أيمن. أهلا بك دكتور. أهلا بك دكتور. وحشني والله. وأنت كمان. الحقيقة النهاردة عنوان البي آر بي يصلح ما لا يمكن إصلاحه، صح كده؟ صح. وأنا دايما أنا بقى بقول الاسم الثاني للحلقة النهاردة حلقة القرن 21، العلاج للقرن القادم، القرن الحالي والمستقبل. لكن عايز أبدأ الأول، إيه رأيك في اللي احنا شفناه دلوقتي؟ طبعا الإنسان بنيته ضعيفة زي ما حضرتك كنت قلت قبل كده في حلقات قبل كده، احنا ما عندناش حاجة تحمينا من بره، احنا شوية لحم، عضلات، سهل الكسر، مفاصل كتيرة أو بتتحرك، سهل تتمزق، فأي إصابة بتنتج عنها كارثة. المحترفين وغيرهم يعني برضو من أسوأ رياضات الزحلقة على التلج، السكينج ده ليه مشاكل وكسر عمود فقري. أقول للأسف اللي بيتكسر أو بيبوظ في العمود الفقري أو في الجهاز العصبي ما بيرجعش تاني لغاية دلوقتي. يمكن قدام الدنيا تختلف، إنما كل واحد يتجنب المشاكل، هم محترفين فده وظيفته الرئيسية، فقدامها عواقب
وساعات بتحصل وساعات لا، في نسبة مخاطرة عالية يعني، فمش كل الناس كده، إنما اللي هو مش محترف يتجنب المخاطرة العالية لأن هدفع ثمنها غالي. اللي بيلعبوا بالبتاعات الكور الكبيرة دي ساعات التهور يعني بيخليك تقعد طول عمرك تتعالج بمشكلة أنت كنت في غنى عنها بسبب رياضة، بسبب هزار مع واحد. أنا جالي مرة عيان بيقول لي أنا سواق تاكسي بهدلني، ضرب فرمالة فجأة وما خبطش في حاجة بس طلع قدام فجأة رقبته اتمزقت وعايش بقاله سنة بيتعالج بيها بس عشان فرمالة تاكسي يعني. فأنت عندك مشكلة إن سهل تتصاب، فخلي بالك. ده هيجرني للسؤال الأول. الالتهاب كلمة رخمة وصعبة، بس أنا أول مرة النهاردة وإحنا بنجهز الحلقة أعرف إن في أنواع التهابية وأنواع ألم في العضلات والفقرات والمفاصل. في أنواع للالتهاب وللألم؟ ما هو الألام بتصاحب الالتهابات دايما، إنما إحنا في عندنا نوعين من الالتهاب، في التهاب ممكن يشفيك وفي التهاب ممكن يموتك. يعني إيه؟ أنت دلوقتي عندك العربية لما بتيجي تدورها لو البطارية كويسة مرة واحدة بتدور الموتور بيشتغل بتمشي صح؟ لو البطارية ما بتديش الفولت المناسب تقعد تدور كذا مرة لما تستهلك طاقة البطارية. الالتهاب المزمن ده التهاب بيدي مقدار معين من الالتهاب الجسم مش قادر يصلح معاه المشكلة فبيقعد يستنفذ طاقة الجسم لفترة طويلة فبيدخل العيان في مشاكل تانية، فده التهاب ممكن يموتك. الالتهاب الحاد ده التهاب بيوصلك لمستوى التصليح المناسب اللي بتخف معاه. فعشان كده المرضى المزمنين بيقولك أنا بقالي 10 سنين بلف على الدكاترة وما قصرتش. هو معاه حق، بس هو الجسم ما تصلحش. ما تصلحش ليه؟ عشان ما وصلش للمستوى المعين إن يبدأ مع التصليح. طبعا حضرتك عارف الأكشن بوتنشل وأول أورنان لو، في قوانين في الجسم احنا ملزمين بيها ما نقدرش نبدلها ولا نغيرها. القوانين دي اذا وصل التهاب لمستوى الحد تبدا الخلايا تخش، تبدا عمليه البناء تحصل. لو ما حصلتش هتعيش بيه طول عمرك، ودي حقيقه ثابته. الخشونه والام العضلات اذا طولت عن كذا شهر 3 لـ6 شهور يبقى انت معرض تعيش بيها طول عمرك. ازاي احنا نكسر القانون ده ونحاول نمشي عكس الطبيعه ونوصلك لمرحلة البناء والتصليح؟ بحقن الصفائح الدموية البلازما اللي اسمها البي ار بي، هنتكلم عنها بالتفصيل. هل بقى هل الحكاية دي يعني بتجيب نتائج ولا لا؟ هل في ناس كتير بيستعملها ولا لا؟ احنا عندنا قانون كوني ان الحاجة المفيدة بتفضل والحاجة اللي مش مفيدة بتختفي صح؟ يعني انت اكيد سمعت عن كذا صيحة في الطب طلعت واختفت او كملت وكبرت وانتشرت، لأن يعني في آية هنبدأ بيها بس، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فدي قانون كوني موجود. في خلال السنتين اللي فاتوا أنا سبحان الله لقيت كمية ناس بتشتغل بالبي آر بي، دكاترة وجامعات دخلته ومستشفيات تبع مراكز كبيرة منها الجيش دخلته وبدأت تحقن بيه وبدأت النتائج تبقى هايلة. بيجي لي ناس من الأقاليم والمحافظات في مصر مختلفة بيقولوا إحنا حقنا وتحسننا أو كذا دكتور بدأ يحقن. الانتشار زاد، ده دليل على النجاح الحمد لله، وإحنا عندنا كمية عينين كتير جدا محتاجين تصليح مش تسكين. الأثار الجانبية للمسكنات عنيفة، ما عندناش بدائل للأسف. فهو إصلاح ما لا يمكن إصلاحه بدونه، دي حقيقة ما فيهاش تغيير. في ميجا ستارز وناس رأس مالهم في جسمهم اتعالجوا بالبي آر بي، جاريس بيل، نادال، النجوم الرياضيين. يعني جاريس بيل ده نموذج للعلاج بالبي آر بي، في إصاباته كانت ممكن تطول فترات طويلة جدا وأثرها بالبي آر بي. صحيح، زي ما حضرتك بتقول برضو الإصابة في أولها الجسم بيبقى لسه مستعد أنه يتصلح. الإصابة بعد فترة طويلة بتبقى مزمنة، بتتكون كذا بؤرة ألم ما بتبقاش واحدة بس. ودي برضو فكرة العيان بالعملية اللي عنده غضروف، اللي بقاله 5 سنين عنده غضروف زي اللي بقاله 6 شهور؟ لا طبعا. اللي بقاله 6 شهور ده هيشيله غضروف هيخف، اللي بقاله 5 سنين ده هيشيله غضروف هيخف 30%. مين أشهر أماكن الألم؟ أشهر أماكن الألم هي أماكن المفصلات، هي مناطق الحركة. ايه اشهر مناطق الحركه عندنا؟ الرقبه،
زي دي كده، ده مفصل الفك طبعا من على الشمال، وده من أسوأ مناطق الصداع عند المرضى، وبيفتكر دايما ان عنده العصب الخامس ويطلع مفصل الفك. الرقبة مشكلتها كمان انها بتعمل دوخة وبتعمل احساس الترجيع والصداع المستمر. دي منطقة مفصلة، انت دايما قاعد على الموبايل برقبتك، قاعد موطي وانت بتكتب على المكتب، فدي منطقة مهمة جدا في الحركة. نص الظهر واخر الظهر، لان دي الثلاث مناطق اللي فيهم حركة. طبعا الرقبة واخر الظهر هما نمرة واحد، لان نص الظهر ده فيه فقرات الصدرية فإلى حد ما محجمة الحركة شوية، فما بتتصابش كتير قوي. إنما آخر الظهر دي هي اللي بتنقل وزنك على رجلك، فدي دايما مفاصل الحوض اللي بتلخبط مع الديسك، وألم أسفل الظهر اللي بيلعن بيقوم من النوم ظهره مش عارف يتحرك منه، وساعات ممكن يقعد يومين ثلاثة في السرير مش عارف يتحرك بسبب نوبات الألم اللي بتروح وبتيجي مع الشتاء، مع تغيير المواسم، مع الشغل التقيل. فكل دي اماكن كتيره جدا. طبعا الكتف، من كل ما بتشيل حاجه بايدك تقيله كتفك بيتمزق، عضلات كتفك من ورا تفتكرها انها فقرات. دي برضو من اشهر الاماكن بالذات في السيدات، مناطق التندو اكيليس اللي هي بيسموها العرقوب، وتر الرجل، وتر القدم. فدي وتر العضله ماسك هنا، بيلبسوا كعب عالي، كعب عالي بالظبط، وممكن كعب ده يعمل مشاكل جامده. مفصل الصباع الصام اللي هو الابهام ده من اكتر اماكن الالم، وطبعا عضله السمانه اللي هي هي طبعا اللي بتمشيك، فهي دي عليها لود عالي جدا، فدي من اشهر اماكن الالم دول. طيب هنا في سؤال مهم جدا، هو سؤال واعتقاد في نفس الوقت. المريض العربي والعالمي طالما الالم طول عنده وزاد لفترات طويله بقاله سنين، يعني هو نفسه بيبقى معتقد وبيجي لك بالجمله دي: انا بقالي سنين متالم ومتعايش مع الألم ده وبقى جزء من حياتي، وعندي إحساس جوه أنه عمره ما هيروح. هل الكلام ده علميا صح ولا غلط؟ كانت لسه عندي مريضة ست جميلة، سيدة فاضلة فوق الستين، بيجي لها ألم في ظهرها جامد جدا، بقعدة 10 أيام في البيت ما تحركش. قالت لي أنا ما عنديش للأسف رفاهية العجز، أنا ما أقدرش أقعد في السرير، عندي واجبات كتير بقوم بيها، وانا كنت معتقد ان هيجي لي يوم في الايام ان ظهر هيخف، ازاي انا مش عارف. الست دي الحمد لله خفت تماما، شفيت 100%، وكل ما اشوفها بتقعد تدعي لي، ست جميله جدا. هي تعتمد على اراده المريض. المريض اللي عنده اراده بيدور على حل وهيوصل له. ويمكن احنا لو اتكلمنا على انواع المرضى، فمريض طبعا عنده طاقه سلبيه كتير، وده دايما ماشي محبط وعنده دايما تراكمات نفسية، فدايما بيقول ان عمري ما هخف وهعيش كده. وفي مريض دايما عنده طاقة إيجابية بيدور على علاج مختلف ودايما هيلاقي حل وبيتعاون، ده مريض هايل. انا هقف عند حتة مهمة جدا، والحقيقة انت ليك يعني زي ما بيقولوا الفضل الكبير في توضيح هذا الامر بالنسبة للمجتمع الطبي، لانه الحكاية دي كانت عاملة مشكلة كبيرة. الأشعة، عيان بيروح يعمل، الانسان بيروح يعمل أشعة، تبقى للأشعة انت محتاج واو عمليه، انت كارثه، انت ازاي ماشي على رجليك، الاشعه بتوريك. انا بشوف ناس صحابي كده جايبين اشعات، تيجي تشوف الاشعه مخيفه، والراجل ماشي وبيلعب بيتحرك عادي، مفيش مشكله خالص. فهنا نقف شويه قدام الحكايه دي. هل نحن في المجتمع الطبي نعالج اشعه ام نعالج اعراض، وكيف نميز بين الاثنين؟ الحته دي قضيه مهمه جدا. لا احنا طبعا احنا بنعالج مريض بالاعراض. انا يعني ساعات بيجي لي عيانين كتير، بنقعد اول حاجه بقول له شكوتك ايه، اشوف الاشعات، ابدا اتخض واقول له غالبا دي عمليه، اكشف عليه اقول له لا انسى اللي انا قلته خالص، انت مالكش عمليه. واي حد يقول لك عمليه تسيبه وتمشي على طول. ليه بقى؟ لان احنا الاشعه انها ديسك او غضروف او مش غضروف، الغضروف ده مش مؤذي، مش سرطان يعني، يعني اخره بيبقى جنب العصب، لو العصب متضايق منه هيعمل اعراض، لو مش متضايق هيسيبه زي ما هو. كان لسه عندي مريضه من يومين نفس الموضوع، شفت اشعات عندها زعزعه فقرات انزلاق غضروفي، بسالها شكوتها ايه، بتقول لي الم في الظهر الصبح، بتمشي حضرتك بمشي 3 ساعات، حضرتك مالكيش عمليه وعمرك ما هتعملي عمليه، وهي فوق 60 سنة، المها حته تاني. وفي واحد بيبقى عنده الاثنين، فانت بتوزنها، هو هيخف بالعمليه كام في الميه؟ لو هيخف بنسبه كبيره 70-80 هنعمله، لو هيخف 20-30
مش هنعمله. طب ما نعالج ال 70 80 الاول وبعدين نسيب له ال 20 30 يعيش بيهم. فطبعا الاشعات هي مشكله، ان زي ما حضرتك بتقول التطور دلوقتي خلى المريض دايما عايز يكون شوف كل الدليل اديني دليل، وده مريض الدليل بيخش من الاول انا عندي ايه قول لي الدليل وهخف ازاي او هخف ولا لا، وقول لي فحوصات اعملها اعرف ان هخف ولا لا، واذا خفيت اديني دليل ان انا خفيت، ده مريض الدليل يعني ماشي بالدليل على طول. عندي قضيه تانية مهمه قوي. اتفضل. قضيه خطيره يعني، وبرضه انت ليك الفضل في انك اثرتها. كان يعتقد وما زال يعتقد في اوساط كثيره جدا انه اي الم في الظهر ده انزلاق غضروفي، خلاص الم في ظهري ده انزلاق غضروفي. وانزلاق غضروفي يعني عمليه، والله هي هو ثلاث حاجات ورا بعض يعني، هو ايه اي الم في ظهري انزلاق غضروفي، واي انزلاق غضروفي اذا عمليه. هذا معتقد رهيب جدا. صحيح. هسمعك سؤال على لسان يعني مخرجنا الجميل هاني، استاذ هاني عفيفي، هي يعني هيسالك سؤال مهم قوي. تعال نشوف هاني عايز يقول ايه. بسبب نمط حياتنا في السنوات الأخيرة إننا بنقعد فترة طويلة على التابلت لويين رقبتنا أو على اللابتوب حنيين ظهرنا بالكامل، والعادات الغلط في المذاكرة على السرير وشيل شنطة المدرسة التقيلة وإحنا صغيرين، ومع قلة الرياضة وعدم الاعتماد على المشي، انتشرت أوجاع الظهر بشكل غير مسبوق، وانتشر معاها مفهوم الانزلاق الغضروفي. المريض بيحس بألام متوسطة أو شديدة بتنتشر في أسفل الظهر وفي الساق وفي القدم، وبيحس بالخدر والتنميل وضعف العضلات وصعوبة في القيام بالحركة زي الوقوف أو المشي. الأعراض دي كلها ممكن تكون شائعة وبسبب الإرهاق النفسي أو البدني اللي بتفرضه علينا حياة المدنية. إزاي بقى نعرف إن ده انزلاق غضروفي ولازم نتوجه للدكتور فوراً؟ وإيه هو علاج الانزلاق الغضروفي؟ لأنه في ناس كتير بتفتي وده ممكن يخلي الحالة أسوأ. صح، معك حق. هذا السؤال مهم جدا. طيب نبدأ الأول، الغضروف بيعمل ألام في الساق وليس في الظهر. فأي ألام في الظهر ده مش غضروف. اتفقنا؟ ده خشونة، ممكن يبقى معاه خشونة، إنما ألام الظهر بس ده خشونة، حتى لو في غضروف في الأشعة على فكرة مالكش عملية. اللي بعده ألام الساق، ألام الساق اللي هي ألام عرق النسب، لازم اما نرفع رجله ما يقدرش يرفعها اكتر من 20 30 درجه، لازم يمشي يقعد في الطريق من المشي بعد 5 ل 10 دقائق، لا معاه تنميل، ويكون غضروف في الاشعه مقنع، لا يعني لازم كذا حاجه مع بعض. ساعات ناس بتجيلي اشعتها نورمال وتبص على رجله تلاقيه برده نفس الاعراض، مش عارف يمشي، رجله بتوجعه، دي عضلات بقى. فهو لازم يبقوا متركبين مع بعض. طبعا المريض مش هيقدر يوصل لوحده للتشخيص، بس اي حد هيقول لك عمليه لازم تاخد راي 2 3 كمان، ما ينفعش تخش على طول على عمليات، الحق نفسك، البول هيسبقك. العين طبعا بيسمع البول هيسبقك ده بينهار، لا هو ما فيش غضروف بيعمل كده الا 1% من الحالات لما يكون جاي اصلا على الكرسي بعجل، فما فيش القصه دي. معظم الناس بتخف يعني، انا عندي ناس في الاستشاره خلاص بيكون اختفى الغضروف او هو اتحسن والراجل بقى كويس، بقول له خلاص قفلنا قصه العمليه. فيعني معظم الناس بتخف، الغضروف ده مش مرعب، واللي هيبقى عنده بس الاعراض دي لوحدها اللي هي الام عرق النسا لو وصلنا العمليه هيخف بسرعه قوي. ودي برضو المرضى اللي بنختارها يعني، لو عملت 10 عينين مثلا عمليات هلاقي 3 منهم خفوا كويس جدا وما سمعتش اخبارهم تاني وفك الغرز في البيت حتى، وهلاقي السبعه التانيين 5 منهم هيجوا يقولوا لي ظهرنا وجعنا لسه ما خفناش قوي، اعالجهم بقى سواء بالبي ار بي او بعلاج تاني يتحسنوا برضو ويوصلوا له كويس. هيتبقى 2 بقى قاعدين كده دايما ما بيتحسنوش. فالعمليه نتائجها مش زي الناس فاكره، ان انا هخرج سليم، اخرج ارجع لشغلي بسرعه، لا، في حالات وحالات. اختيار المريض ده مهم جدا. الافراط في على طول عمليات معظم النتائج بتبقى وحشه، انت بتبوظ حياته مدى الحياه. يعني واحد انت دخلته فألام زيادة وفضل طول عمره يتعالج بيها ما كانش محتاجها، أو دخلته في تشخيص غلط وسبت التشخيص الرئيسي زي اللي عندهم تلايف عضلي. بيجي لي ناس كتير قوي عندها تلايف عضلي عاملة عملية فايبروميالجيا وغضروف صغير جدا وعمل عملية. برضو المشكلة برضو للأسف في أطباء الأشعة بيكتب انزلاق غضروفي 3 4 4 5 5 وكلهم نتوءات لا تزيد عن 1 ملي، ما يسماش غضروف. شوف بقى الاشعه اللي مثلا تقرير جاي من بره، حد عايش في امريكا ولا حاجه، يكتب لك جنبها نون سيجنيفيكانت، ملوش اي دليل دلاله كلينيكيه. نون سيجنيفيكانس يعني باللغه البسيطه بتاعتنا مش مهم، مش مهم، حاجه لا تذكر. هو ما يقدرش ينكره، لا تذكر، وما يقدرش يخضك بيه، انما هو يقول لك في غضروف انما مش مهم.
بس يعني. فلازم العيان يبقى عارف ايه المهم وايه اللي مش مهم. طبعا احنا يعني فقدنا الاولويات، ما عندناش فرق الاولويات في لا في حياتنا ولا في تفكيرنا ولا في شغلنا. يعني غضروف صغير زي غضروف كبير، ما بتعرفش تمشي زي بتعرف تمشي، لا في اولويات. وانا ما بفكر العيان بفكر له في الاولويات دي، ايه اللي هيفيدك، انا هطلعك من عمليه كويس ولا ملوش لازمه، اقدر اجنبك قد ايه عمليه كام في الميه بطرق مختلفه امنه. البي ار بي يمكن احسنهم او هو الوحيد تقريبا، يعني الحمد لله انا معالج ناس كتيره جدا هنشوف اشعاعاتها، يمكن منهم كانوا يعني لاعيبه كوره وناس كتيره رجعوا اشتغلوا تاني ويلعبوا، وكانوا بعد العمليه ما كانش عارف يلعب على فكره، وده كان عنده غضروف ومحتاج جراحه. وناس تانية كانت بتمشي خطوتين بتقعد في الطريق، الحمد لله اتحسنت. مع ان انا جراح يعني، انا افضل دايما الجراحه اسهل لي بدل ما اخد مشوار كذا شهر مع المريض في العلاج، انما انا بفضل مصلحه المريض دايما نمبر 1. اذا كان يحتاج الى ذاك هنعمله، اذا كان يحتاج هايل. في حالات هتحتاج جراحه بلا شك لازم نعملها بالظبط. وده العين اللي بيزعل بقى، ان هو بيجي مش عايز يعمل عمليه وبيفاجئ ان ملوش مخرج الا العمليه يعني، لانه دخل بقى في سقوط مشط الرجل، دخل في ضعف العضلات، منظر الاشعه دي عنيف جدا، بقى له فتره رجله بدات تخس. طب خلاص بقى يعني احنا نلحق ما يمكن انقاذه يعني. البي ار بي، البي ار بي، هل البي ار بي ترى انه وصل للثقافه المصريه كما ينبغي الان كما هو في الثقافه العالميه؟ احسن بكثير من ما بدانا، احسن بكثير الحمد لله. احكي لي بقى، انا عايز احكي اسمع قصص مرضى يعني، واحنا بنمشي كده انت شوقتني لعيبه كوره. ده مهم قوي يعني، لعيب كوره يعني انت ما بترجعش واحد يمشي او راح واحد بقى يرتاح. ده واحد يؤدي يعني اداء عضلي قوي، دي حقيقي يعني. انا جالي وبعدين عنده غضروف كبير، بدانا بالعلاج الحمد لله تحسن، دخلنا في البي ار بي تحسن اكتر. انا بقول له انت بالنسبه لبني ادم طبيعي عمره ما هيشتكي، انما انت يعني بيزود نفسه جدا في الحمل. ده دي اشعه لعيب الكره؟ لا دي اشعه تانية. مريض كان عنده ده يعني شايف فقرات العنقية على اليمين دي كلها ملخلخة، دي كلها زوايد عظمية، عدم ثبات، ألم في الرقبة جامد. اللي على الشمال نفس القصة ومعاه غضروف عالي قوي، 1-2 السهم الأخضر ده ده انزلاق غضروفي جنب الحبل الشوكي، 1-2 قطني ده حبل شوكي. المريض ده كان طبعا مرشح للجراحة، ده عنده 52 سنة من أسيوط، وعنده كان مشكلته المشي، ما بعرفش يمشي 5 دقايق ويقعد في الطريق برضه، هو خايف من الجراحه. بدانا بالحق الحمد لله، هي جلسه واحده خف 70%، بيمشي كويس جدا. الكلام ده من سنه، ومن ساعتها لغايه دلوقتي زي الفل. دي حاله نمره 2. دي سيده من الفيوم عندها 62 سنه، عندها الام كانت بسبب ضيق القناه العصبيه. لو حضرتك هتبص على اليمين هتلاقي العلامه الخضراء دي قناه عصبيه ضيقه، العلامه الزرقاء قناه عصبيه واسعه، باين الفرق بتاعي. طبعا يعني بالظبط. الضيق ده نتيجه الخشونه وزواد العظميه من المفاصل. فدي كانت عندها الام في عرق النسف في الساق اليمنى، تحسنت برضو الحمد لله 90%، 90% و70 وكده، دي ارقام من بوق العيان. انا بقول له ادي نفسك رقم يقول لي. فالحمد لله جلسه واحده برضو تحسنت، ما كملناش. ده غضروف قطني اللي برضو العلامه الخضراء دي خارج، ده 4-5 وجاي على، هتلاقي حتى على العصب الشمال شايف العصب الابيض، اليمين اللي هي عليه النقط الحمراء ده مخرج العصب. فحته الغضروف السوداء دي جايه قافله عليه. ده عنده عرق النسا، الم شديد جدا، الم شديد جدا. ده مريض برضو عنده 55 سنه، ومشكلته انه عنده الام عرق النسا في الناحيه اليمين، وكان مرشح لجراحه والحمد لله تحسن بعد حوالي 3-4 جلسات. يعني وصلنا النتائج 70-80%. الحقن الموضعي هنا يعني في اماكن بقى عضلات بتحتاج لحقن مباشر فيها، صح كده؟ صحيح. وخصوصا انه في ناس دلوقتي بقت عندها شكوى عضليه كبيره قوي، بص تلاقي خصوصا اللي بيتمرنوا في الجيم، ستات البيوت، البنات عاداتهم الغلط، تلاقي حته في الرقبه لك دي بتموت. صحيح. وبعدين طبعا تعرف في نصابين دلوقتي عاملين بقى يقول لك اللزقه، عارف اللزقه اللي عارفها؟ ملونه دي، ملونه دي، والناس مبسوطه بيها يعني، الناس ملونه بتاعت الرياضه. يعني هم بيشوفوا على فكره اللزقه دي، انا ما اعرفش ايه دورها ايه يعني، انا ما اعتقدش هو زي ما قلت لحضرتك مخدر، لا ما فيش حاجه طولت هتخف لوحدها يعني. عشان بس نبقى واضحين، واللزقه دي مش هتفرق مع حاجه ولا حاجه خالص. هو بتقلل الالم زيه زي اي حاجه في الدنيا، انما ما بتعالجش المنبع نفسه. احنا اتفقنا
الجسم الحالات المزمنة الألام المزمنة بيركنها في الأرشيف ما تطلعش من الأرشيف تاني. هتقعد طول عمرك في الأرشيف مش هيطلعها تاني إلا الالتهاب الحاد اللي بيحصل نتيجة المواد التحفيزية اللي جوه الصفائح الدموية تبدأ تنبه الجسم إن الإصابة لسه حاصلة يبدأ يشتغل عليها يصلحها يرجعها زي الأول. إذا الموتور دار ما بيطفيش إلا لما بيخلص بطريقة بسيطة مبسطة بدون ما نخش في تفاصيل طبية فالفرق بين ده حاجة اسمها ريجينيرتيف ميديسن اللي هو الطب التجديدي سواء البي ار بي هو على رأسهم أو حاجات تانية كان بروثيرابي البايو بانكتشر فيها حاجات تانية كلها بتدور برضو الماتور بس ده أحسنهم. أحسنهم ليه؟ ناتشورال من دم العيان من نفس الخلايا بتاعته كل واحد على فكرة بياخد سرعته برضو فالسن الكبير بتأخر درجة الخشونة العنيفة نتائجها مش حلوة. السن الصغير أحسن الرياضي أحسن اللي عايش في جو صحي أحسن. يعني تقول لي مثلا أحسن شعوب بتعالجها أو نتائج في الشعوب يمكن الدول اللي حوالينا اهل اليمن وليبيا والسعوديه بيتحركوا كتير عندهم جو حلو ما عندهمش تلوث طبيعتهم البدويه والصحراء دي خليه جسمهم سليم اكلهم متوازن فعنده جهاز المناعه سليم بيشتغل بسرعه حلوه قوي. اللي عايش في منطقه تلوث عنيفه شامم اكل وشامم ريحه مش كويسه لا شامم جو ملوث بياكل اكل كيماوي فيه كيماوي كل ده بيقفل حاجه اسمها الخلايا الجذعيه اللي هي مسؤوله عن التصليح. هيا في سؤال لمخرجنا العبقري استاذ هلال السويدي بس هتسمعه على لسان مخرجنا الخارجي الاستاذ هاني عفيف. تعالوا نشوف هاني هيقول ايه. اتفضل. الم اسفل الظهر الحاد الم بيظهر يمكن بشكل مفاجئ واحيانا بيكون الم حاد وعنيف وبيوصفه المريض بشعور بحرق او وغز سكاكين بتختلف شدته من معتدلة لحادة وقابلة للتغيير. ألم أسفل الظهر بيحصل بعد القيام بنشاط مجهد أو صدمة معينة وممكن يحصل من غير سبب واضح. الدراسات بتقول إن 80% من الناس بيتعرضوا لألم أسفل الظهر ولو لمرة واحدة على الأقل طول حياتهم. فاللي بيرفعوا أوزان تقيلة واللي بيعملوا في يومياتهم حركات انحنائية خاطئة واللي بيسوقوا الوقت طويل واللي بيستخدموا الدراجات النارية والمدخنين ومتعاطي الكحول والحوامل في الأشهر الأخيرة وحتى اللي بيمروا بفترات توتر عاطفي أو نفسي كل دول معرضين من غير حوادث واضحة للإصابة بألم الظهر الحاد. فإيه علاج ألم أسفل الظهر الحاد وهل البي آر بي ليه دخل في علاجه وإزاي نقي نفسنا منه وإيه خطورة إهماله والاعتماد على المسكنات في مواجهته دون الرجوع للطبيب المختص؟ كل المخرجين كل الناس اللي بتشتغل في الميديا بيشتكوا من ألم ظهر أسفل الظهر. هو السؤال ده كل جميل. كل زملاء المذيعين كل مخرجين القناة بيشتكوا والمعدين صحيح بيشتكوا من ألم أسفل الظهر. يعني ليه؟ عاداتهم كل هم قاعدين معظم الوقت وتكييفات عالية جدا. صحيح. هو بيسأل على الألم الحاد وحضرتك بتتكلم على الألم المزمنة. فأنا هجاوب على السؤال الحاد ده. ألم الحد ده سيبه هيخف لوحده. كويس. يعني بيجي لي واحد بيقول لي الألم لسه حاصل من أسبوعين جاي أخد بي أبي بقول له لا حضرتك خد الروشتة وروح وهتجي لي غالبا كويس وبيجي كويس. فالحد ده غالبا احنا عايزين نوصله للحد هو دي مرحلة التصليح. سيبه هيخف لوحده. المزمن بقى هو ما عندوش أمل إنه يخف لوحده للأسف فلازم نرجعه للحد بالحقن بي أر بي. ده لو الألام مضايقاه يعني إيه معطلة شغله بيغيب عن الشغل كذا مرة في الشهر بدأ يتهدد. يعني كان عندي مريض كان عنده تلايف عضلي. المريض دوت كان تقريبا هيتفصل من شغله وقاعد كذا سنة في البيت ما بيخرجش بيقول لي حتى المناسبات ما بروحش أعملها لا عزا ولا الكلام ده. الحمد لله دلوقتي بيدور على شغل تاني. برضو ده من ضمن الحاجات المزعجة الحتة دي. الحتة دي مزعجة جدا. جدا دي عضلة اسمها ترابيزيس. دي أكتر عضلة بتشيل إيدك طول ما أنت بتشيل في إيدك طول ما دي شغالة. تشيل تقيل دي تتمزق تلعب جيم جامد دي تتمزق. دي عضلة مزعجة جدا وبتضرب تنميل في الإيد بالكتف فظيعة فظيعة. دي برضو بتتحقن الحقن بتتحقن الحقن. احنا بناخد كذا طريقة في الحقن بأعماق مختلفة ممكن نوصل للعضلة الداخلية وفي عضلة تحت عضلة وممكن ناخد العصب اللي تحت الجلد وممكن نوصل للمفصل جوه المفصل على حسب الأطوال اللي بنشتغل بيها وعلى حسب احنا عايزين نوصل لإيه. في الاخر طبعا احنا بنشتغل حاجه اسمها ساعات سيجمنتال. سيجمنتال يعني منطقه معينه بتتحقن بطريقه معينه بحيث تتفرش
وكلهم يوصلوا للتركيز الداخلي للعضلة. ليها طبعا الحقن تركيزات معينة، علشان ساعات الزيادة في التركيز بيقلب بالعكس، وساعات برضو التركيزات القليلة ما بتديش النتائج الكويسة. فكل واحد ليه المناطق بتاعته بالكمية بتاعته. دي طبعا الأنكل بالأربطة بتاعتها من أسوأ الأماكن. كان خنقة العصب برضو من أحسن حاجات اللي بتخف، ما بقتش عامل عمليات تسليك عصب دلوقتي بقالي كذا سنة بسبب كل الناس بتخف بالحقن. من يعتقد أنه يائس أو لا أمل؟ ده ألم مزمن بقاله سنين، نقول له إيه؟ طبعا إن شاء الله في أمل، بس برضو أنا بقول للعيان مش هناخد أمال عنيفة علشان ما نخبطش في السقف. كل واحد ليه الأمل بتاعه والمقدرة بتاعته. يعني اللي عنده 70-80 سنة مش زي اللي عنده 20-30 سنة، اللي جاي في درجة خشونة 5 مش زي الواحد واثنين، فكله برضو بينما دايما في أمل إن شاء الله. من إذا قدم إليه أي حد يقول له يلا قطة عمليات يلا نعمل عملية؟ لا 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 طبعا، مفيش حاجة اسمها القرار السريع ده، قرار السريع ده أبدا، وخصوصا في العمود الفقري ما عندناش الطوارئ دي، يعني مش هندخل في غيبوبة ولا ورم في المخ. لا، لازم التأني، لازم أديله فرصته. إذا استنفذ كله في فرص أو في أعراض مخيفة هقول له، وبرضه مفيش يلا بكرة دي، يعني أي حد يقول له كده يسيبه ويمشي، خد رأي تاني وتالت. ومفيش أصل كل واحد للأسف مش هيغير رأيه، فأنت شوف حد تاني يقدر يفيدك بطريقة تانية. بس إذا كان الأمر فعلا BRB وعلم حديث ينبغي أن تفهموه جيدا، العلم الحديث في هذا المجال أعتقد أنه فتوحاته هتبقى كبيرة جدا في المستقبل القريب جدا والحاضر. طبعا أنت نورتني وأسعدتني، وكان حوارا ممتعا كالعادة. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبير الأستاذ الدكتور أيمن عنب كان ضيفي في الدكتور. BRB كيف يعمل؟ هذا ما سنترككم معه ونذهب إلى يعني نكمل الشاي بتاعنا، مش كده ولا إيه؟ خلي بالكم من ظهركم، واوعى من البتاعة الكبيرة، الكورة الكبيرة دي اوعى منها، خطر جدا جدا جدا. خلوه دايما مع الدكتور. أهلا بكم مرة أخرى، ما زلنا في حضرة النش، في حضرة قنبلة موقودة، خايفين جدا على الرحم، من كلمة مخيفة قوي في عالم النساء والتوليد اسمها انفجار الرحم. يا جماعة انفجار الرحم ده حالة هتتلم المستشفى كلها، النساء والتوليد والجراحات ونقل دم وعناية مركزة جاهزة وكل حاجة، فعايزين نقرب برضو من هذا القنبلة، هذه القنبلة الموقودة. احنا اتفقنا ان كلمة النش وليه اسماء مختلفة علمية، بيسموه يوتراين نش يعني فتق الرحم، او دايفيرتيكولم بيسموه كده برضو بهو او انبعاج، بيسموه اسمه سيل عشان الاسمس، الاسمس اللي هو التقاء عنق الرحم بجسم الرحم ده الاسمس، فالاسمه سيل زي الهيدروسيل زي الفريكوسيل، سيل يعني انبعاج. او هيسموه حتى كل المسميات المختلفة ده، أو هيرنيا، كل المسميات المختلفة دي عشان نقرب، عشان وكانت إيه المسميات، مش مهم الأسماء بقى قد ما التأثير اللي احنا عاوزين نقوله لهذا الجزء البسيط اليسير اللي بتبقى موجود، اللي في الآخر خالص بعد ما تعرفنا عليه هنتعامل معاه ازاي، هنشخصه ازاي، سواء كان بالسونار أو بالMRI، وإذا كنا بعد ما شخصناه هنتعامل معه أو بالهسترو هيستروسكوب بالمنظار الرحمي ومنظار البطن، وبعد كده نتعامل مع الأشكال المختلفة من النش، إزاي دور الإضاءة داخل المنظار نتعامل معه ونعمل الديمينج ونقلل، إزاي عارف لما يكون عندك إضاءة وتقللها وتعليها عشان تكشف حاجة معينة، أو عاوز تقرأ قراءة معينة، عاوزين نقرأ قراءة الديفكت أو هنا المشكلة اللي موجودة داخل الرحم والضعف الموجود، يبقى باين قوي بإضاءة بشكل معين، ونقارن الإضاءة بالإضاءة ونشوف المور بلايتنس اللي بيبقى يكون ضوء شاهق بالمقارنة بالضوء الطبيعي اللي موجود داخل الرحم، ونقدر نقول أدي النش. فتعال نشوف داخل غرفة العمليات ببساطة تحت تخدير معين أو بسيط، عاوزين نملى الرحم ده بالصلاين بمحلول الملح، ونملى التجويف الرحم بالصلاين، فبالتالي هيتملي بالملح، وبعدين يبدأ يحصل كراكس دي، يخرج محلول الملح يخش فيها، فنقدر نكتشف
هنا الديفكت الموجود ومن خلال اكتشاف الديفكت نعرف هنا ان في مشكله. تعال نشوف النش ازاي تشخيصه داخل، قلنا بالسونار نقدر نبص عليه، نبص نشوف كده، نشوف بالصوت والصوره تشخيص النش. دي المريضه بتشتكي ببوست كويتال بليدنج فقط، مفيش اي حاجه غير كان عندها الام وتعمل لها منظار وتحسنت الالام، ولكن الحاجه الوحيده اللي مضايقاها انها في دم بعد الجناح. هنحقن، المفروض ان ده الرحم. وده بطانة الرحم، الجزء الابيض ده، وده عضلة الرحم. هنملى ده محلول ملح، انا بجهز السونار مهبلي وفي قسطرة محطوطة في الرحم. هنحقن، المفروض ان هيبان لون اسود كده ياخد لغاية الاخر كده. لو في تآكل في جدار الرحم هيبان السلاين لون اسود كده موجود مكان القيصرية القديمة. ادي السلاين بدأ يملى. الرحم كل ده، ايوه اللون الاسود ده اللي متاكل كان في شرخ في جدار الرحم. ادي جدار الرحم الخلفي وادي الامامي، ده السلاين ملا وبعدين دخل بين عضلة الرحم، يعني كانها مش مكتمله، كانها شرخ موجود فيها، فبدا السلاين يخش في الشرخ ده. ده اكتر حاجه نكشف بيها النش. شوف هنا لما بيكون جزء من عضله الرحم غير مكتمل هو ده النش. اوكي. وهنا مثلا القيصريه الكامله، ده مثلا ايه صوره. تعال نشوف حاجه تانية، الصوره اللي بعديها. ايوه هنا برضو، هنا لو حصل تاكل في جرح قيصريه سابقه بيبقى موجود ويحصل انبعاج هنا بقى، ان هيخرج كيس الميه بسبب ان كان في ضعف في جدار الرحم. تعال نكمل صور تانية. دي الرحم البيبي بيبقى داخل قيصريه، داخل قصدي الرحم، ومكان القيصريه القديمه اللي ممكن يبدا ايه ينغمز المشيمة جوه تبقى مشاكل رهيبة جدا لو احنا سبناها، او ان احنا بيبقى في ضعف في الجدار اهو جرح قيصرية السابق، وممكن يحصل ايه من قوة انقباض الرحم يضعف النش الموجود ويحصل انفجار ساعات، ومعظمه انفجار صامت وما اكثر من القتلة الصامتون بيبقى موجودين. يبقى مش معنى كل ابص الله هنا الله الله الله. حلو قوي الصور دي. حلو قوي. بص الرحم هنا انفجر الرحم، يعني عضلة الرحم بعدت عن الجزء الأعلى والجزء الأسفل. وبجد بيحصل كده، وهنوري الناس النهاردة بجد خروج الراس البيبي أو الكيس بتاعه من عضلة الرحم أثناء قيصريتين بنعملهم النهاردة وخارجين بدون حتى. بسأل المريضة اللي أنا باخده بنج نصفي، هو أنت ما شعرتيش بمشكلة أثناء الحمل؟ لا. وأنت لدرجة أقول إيه، مش كل سكوت، يعني مش كل صمت هو كويس، مش كل السكوت علامة رضا، ساعات السكوت لأن الذي يسبق الانفجار، يسبق الانفجار. تعال نكمل بقى نشوف مشاكل ده. ده صور قد إيه بقى إن ممكن يحصل مشاكل وجنين ويخرج بره الرحم، قد انفجر وسقط بره، ونيجي نفتح نلاقي البيبي في البطن بالكامل خارج بره البطن ومات. بص الحته دي يعني ده فات اهو. بص ده هيرني بقى. ومات البيبي داخل قبل الولاده بيوم او باتنين او اثناء الولاده او ايفر، ومات الجنين اللي كانوا منتظرينه داخل الرحم بقى خرج بره تجويف البطن. تعال بقى هنا السيزيريان سكار ديفكت او النش قسمناه تقسيمتين. حاجه مشاكل متعلقه بالنسا ومشاكل متعلقه بالولاده. سيزيريان سكار ديفكت اللي هو النش، يعني معناها ضعف في جرح القيصريه. جرح
عندنا الجايني يعني ممكن ايه تاخر في الدوره الشهريه، الم اثناء الدوره الشهريه، غزاره في الدم في الدوره الشهريه، نزيف في الدوره الشهريه، انترمنيسر بليدنج، الم في البطن والحوض، افرازات مهبليه، الم اثناء الجماع، نزيف ما بعد الجماع. ده كل ده بسبب ايه؟ بسبب النتوء النشي اللي موجود ده. احيانا بيبقى الاوعيه الدمويه اللي موجوده فيه تنفجر من حين لاخر، او هو كبهو يحتفظ بجزء من الدم اللي موجود فيه، فبعد ما الدوره تنزل يبدا ينقط موجود الكيس، يبدا ينقط الدم اللي موجود فيه، او بعد الجماع يحصل انفجار لبعض الشرايين او الشعرات الدمويه اللي موجوده فيه ويحصل دم موجود ويبقاش معروف ايه، او يبقى فيه التهابات موجوده مستمره منه. تاثيره لو علاقه بالحمل، تاخر الحمل نتيجه ايه؟ الالتهاب الموجود بيخلي بطانة الرحم غير مؤهلة. إنه بيحصل إيه؟ لما بيحصل قصف بعد الجماع الحيوانات المنوية، الحيوانات المنوية وهي طالعة تلاقي بهو أو دهليز جوه، روح داخلة جواه وما تكملش رحلتها، كأنه انترابد واكستات كل الحيوانات المنوية، وبالتالي تلاقي المريضة قاعدة سنة واثنين وثلاثة رغم أنها بتحمل طبيعي ما بتحملش طبيعي. او ان يحصل حمل خارج الرحم بس في جرح النش، او انفجار الرحم اثناء الولاده، او انفجار الرحم صامت اللي موجود، او حاجات تانية مش موجوده مكتوبه. انفجار صامت للرحم يعني بقى الست ما تقدرش خالص. او كمان ممكن يحصل ايه؟ البلاسينتا المشيمه بقى وما اختارها، المشيمه اللي تلاقي مكان فيه، انت عارف المشيمه بتقعد تحفر عشان تلاقي مكان تنزرع فيه، المشيمه لاقي حفره سهله فتنغمس فيها، ولاقي يعني تخيل المشيمه دي كان ليها علاقه وديالوجات اوعيه الدمويه بتاعتها والخلايا الراده بتاعتها اللي هتبدا تنغمس في جدار الرحم، لاقي مكان سهل فانغمست فيه، ولا في كان في كيموتاكسنز، يا كان في خلايا مغناطيسيه تقدر تجذب الجنين بدل ما يبقى فين في الميديوتراين والليتراين او حتى في الامبريو ويندو بتاعه الشباكه والنافذه اللي بيحصل فيها تنزل تاني. واحيانا يطلق على النش اليوتراين ويندو، وكأن ده نافذة الرحم، وكأن انك انت تقدر عارف بالسونار، السونار عبارة عن كمبيوتر صح، والكمبيوتر فيه برنامج اسمه الويندو صح، فمن خلال الويندو بتاع الكمبيوتر تكتشف الويندو بتاع الرحم شباك الرحم عشان من خلاله تطل من هذه النافذة على العالم الأرحب للمشاكل اللي ممكن تتم في الأرحام، ومشاكل اللي تتم في أجساد المرأة وتقدر تتوقاها لو إحنا بجد ذكرناها وقدرنا نتخيلها في المراية الجانبية والبقعة السوداء أو العمياء اللي موجودة في المراية الجانبية الميس دياجنوزيس، قدرنا نتخطاها وقبل ما عدي بعربيتي وقبل ما عدي بتشخيصي مع المريضة أبص يمين أو شمال بلفتة كاملة عشان لو النش ده ما توقعتوش. كان يعلمونا زمان على الحمل خارج الرحم، If you can't smell it you can't diagnose it، لو ما شمتوش على بعد مش هتشخصه، النش هو أوقع. هنا بدأنا نفك الالتصاق الموجود في اليوتروسيكرال الرابطة العجزية، والموجود مع الكولوم، واللي موجود مع أدي المبيض اللي بقى انتاجلينج وبقى متاخد في الالتصاق وعامل ديسبارونيا، ألم رهيب جدا وألم في الدورة. وهنا ممكن يكون ايه التشخيص دم على كده، لا الديسبارونيا ألم في الدماغ والديسمينوريا. عاوز اقول لك ان التشوكلت سيست اللي موجودة وهي عاملة ام ار اي مش مكتوب في التقرير، مش معنى كده ان الام ار اي هو اللي غلط، اللي قارئ هل انت قمت بدورك حقيقة او لا. احنا مش الهدف هنا كمان ان انا اتكلم على اخطاء او لا، انا عاوز اقول اني ادي المرض ممكن يكون موجود وبرضه يجي مستخبر في النقطة العامية اللي في التشخيص ويضل تشخيصه ويعدي. بعد ما حررنا المبيضين وحررنا الانابيب والمشاكل الموجودة والانابيب اللي المفروض انها تصقصر عشان فيها ارتشاح وهي اوريدي بتدور على انجاب مرة اخرى وعاوزة تساعدها على الانجاب مرة اخرى، طيب وبعد التقنية الرهيبة دي وبعد التخلص من الأكياس الدموية اللي مش ضرنا في وقتها دلوقتي اللي احنا بنتكلم عليه، هنبدأ ده ما يعفناش ان احنا هندور على الجزء الأصيل اللي احنا شخصناه
زي بعد ما المريضة نامت عملنا السونو هيستوجرام، عملنا فحص بالسونار ومالينا تجويف الرحم بالسلاين عشان نقدر نشوفه. ونقدر نعمل ده بحاجتين، سواء كان بالفحص بالسونار التقليدي او الهيستروسكوب نعمل منظار رحمي، واثناء المنظار الرحمي يبقى معانا سونار داخل غرفه العمليات، يبقى احنا عاملين ديوال افكت. احنا الجزء الخلفي للرحم اتعمل خلاص، بطانه الرحم المهاجره والمبيضين اتسلكوا تماما، خرجنا الاكياس الشوكليت الموجوده، الانابيب المرتشحه احيانا بنلاقي انفراجه في الانابيب المرتشحه، وده معناه ان مش كل الانابيب مرتشحه متشخصه بالسونار، متشخصه بالهيستروجرام، ان احنا نشيل الانابيب دي، معناها الانابيب دي نقرب منها ونشوفها. يصلح انها ترجع تاني للشغل مره تانيه؟ ينفع؟ اه طبعا. هل كل انابيب مرتشحه لابد من استئصالها؟ لا طبعا. كل انابيب مرتشحه لابد من اجراء منظار للانابيب داخل منظار البطن، نقدر نخش بمنظار الرحم داخل انبوبه فالوب ونقدر نشوفها جواها، هل الفيمبريا موجوده، السيليا موجوده، في الفلاتنينج موجوده، الاوعيه الدمويه الرئيسيه موجوده، في كرايتيريا تقدر تقول اسيب انبوبه ترجع لوظيفتها ولا استأصل الانبوبه دي. تعال نشوف ايه اللي تحت الالتصاق ده، لما نفكر نستبعده ونطلع المثانه البوليه انفيريوري فوق ونبدا نكتشف بقى، نبعد المثانه. عشان كده لابد انك تبقى عارف الوضع التشريحي، عشان كده لابد انك انت تعرف تفصل ما بين المثانه البوليه وجدار الرحم، عشان لو انت بتقدر تعمل استئصال رحم بالكامل بالمنظار لابد ان انت تستبعد المثانه البوليه الاول، وبالتالي تقدر تعمل ايه؟ تفك المثانه البوليه، تبعدها عن حاجتين، احيانا عن عنق الرحم بالكامل زي ما احنا هنا اهو استبعدنا. بعد ما استبعدنا المثانه البوليه بقت فوق، وبعد ما خلينا عنق الرحم هيبدا يبان، عاوزين نكشف بقى بمنظار الرحمي ومنظار البطن وجود الفت والتخلص منه ازاي. طب هنبدا هنا، احنا دلوقتي بالمنظار داخل تجويف المنظار الرحمي فوق، يعني احنا دلوقتي منظار البطن باصين على هنا، ايه بنقرب بعنق الرحم، تعال نقرب من عنق الرحم، هي سبت الصوره لوحدها بس هنا بقى بص الاضاءه، هنكشف ايه هنا بالاضاءه، فيها برايتنس موجود قوي. أيوة أهو أهو. بنعمل الديمينج، بص هنا هتلاقي فيه حاجه زي الشمس، ديمينج يعني احنا قللنا اضاءه البتاع، وهتلاقي زي الشمس وهي بتسطع كده، انت بتنور من جوه الرحم. بص 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 المنظر ده، شايف ده النش، الاضاءه حتى عندها مختلفه، لان احنا يا دوبك بنبقى تحت عضله الرحم متاكله والبروتون بس اللي مغطي، فبالتالي بيبقى الضعف موجود ونقدر نشوفه ونكشفه بالمنظار. بعد ما نكشفه بالمنظار، بقيه الرحم يا جماعه اللي حوالين الفتق ده اضاءه عاديه، اضاءه مش منور بالطريقه مش دي، مش بالطريقه دي، لانه الجدار الجدار حوالين الفتق تخين، بشاور هنا رفيع. بشاور، شايف؟ انا عاوز كنت اوصل الصوره دي للناس، شوف الاضاءه الحمراء دي، احنا نفس الهيستروسكوب باضاءته يونيفرس عامه جدا في الرحم، بس قدرنا بالديمينج ده ان احنا نقلل الاضاءه ونقرب بالعدسه، كشفت الاضاءه وكان الشمس هتسطع بقى من ظلمه الليل. فتبان جدا بالصوره دي انها مور برايت، في لمعه جدا وشهقه جدا، هو ده الضعف اللي موجود. اللي هنقدر بعد كده نعمل له ايه؟ نعمل له تريمنج، يعني نعمل ايه؟ نستأصله عشان نجيب فريش تيشوز، عشان نجيب نسيج تاني صح حي، ونخيط بقى فوق بتحت بالطبقة السفلى بالطبقة العليا، وساعات بيبقى منخيط عنق الرحم بالرحم، ساعات بنبدأ نستغل الإضاءة الخافتة دي وأبدأ من خلالها أبدأ بسلك أهو وبكمل تسليكي عشان ألاقي عندي سبيس أقدر أخيط وأقدر أخيط الرحم من جديد. بمسك أهو بالتوزد بفورسيبس لسن عشان أمسك الجزء السليم، ومن خلال كده هبدأ بالمقص أقص الجزء اللي هو فايبرس تيشو المتاكل. بص اول ما قصيت الميه خرجت بتاعه الهيستروسكوب، الله، المنظار الرحم اللي تحت. يبقى انا على ضوء الاضاءه بتاعه الهيستروسكوب خدته كجايد لاينز، وشوف اللون الابيض بتاع الانسجه الليفيه دي اللي موجود، ديفكت بسيط موجود مطرح القيصريه في نون بريجننت يوترس، مش رحم مش حامل، اقدر استأصله واستبعده، كان عامل مشاكل رهيبة جدا للمريضة من ألام ومن نزيف ومن تأخر إنجاب، مضاف لي اللي كان بالصدفة
اللي حاجة مش باثولوجي ليه علاقة ببعضه من كان فيها عندها بطانة رحم مهاجر. هو اللي احنا بنشيله ده ايه؟ ده النش. ده النش. الفايبرس تيشو اللي بيتاخد ويتعمل له هيستوباثولوجي عشان يتأكد كمان بالهيستوباثولوجي ان ده هيجي لك كده حاجة اسمها ايه؟ ان فيه فايبرس تيشو مش as a consequence للسيزيريان سيكشن. ده مش يعني يعني تطور طبيعي للقيصرية. لا ده ديفكت موجود. بنشيله لغايه لما نوصل للهيرث تيشو وتلاقي ان في دم جه بقى موجود من الجزء السليم اللي موجود. بص بقى المنظار بتاعنا اهو، وكان المنظار ده لما شفناه ده عين. فاكر لما قلنا تانية الوود بيكر اللي هو نقار الخشب لما بيخش في العش بتاعه عينه بتبقى باينه من داخل العش، كان العدسه بتاعه الطائر دي هي عدسه المنظار داخل الفتق ده لما قدرنا نكشفه. وصل الرساله؟ وصل. نفسي اعرف منين عين طائر نقار الخشب. نقار الخشب لما بيجي في يعني دي حاجه مكتوبه في كتب ولا انت؟ لا 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 تشبيهي. تشبيه. نقف هنا ونقول عملنا ايه؟ استخدمنا في نفس التوقيت منظار رحمي مع منظار البطن. كويس. في نفس التوقيت استخدمنا الاضاءه بتاعه منظار الرحم مع منظار البطن، ونقلل الاضاءه، نشيل اللايت سورس بتاع البطن عشان نبقى ضلمنا الدنيا، ونسيب اللايت سورس بتاع منظار الرحم، ونقلل الاضاءه ونكبرها عشان نقدر نكتشف فين النش اللي هنشتغل عليه. وبعد كده ادي سلكناه. ده فين؟ ده في السيرف ده سيزيريان سكار. نفس القصه بنقول عندنا الستاره الكيسنج بلادر البلادر المكشكشه زي الستاره. بص المنظر هنا للرحم، هنا عادي جدا في التصاق موجود ما بين الانبوبه وجدار الحوض، وده يعني ممكن تكون ساين، لا مش ممكن تكون ساين. ممكن عادي جدا التصاق الانبوبه لوحدها، ولكن ممكن تكون از هول ان الرحم ملتصق مع المثانه البوليه. برضو بنفصل من عند الراوند ليجمنت، نشيل نوسع لنفسنا ونبعد المثانه البوليه عن بص بقى هنا وانا شادد المثانه البوليه. بص نازلة حرف الثمانية ده مع الرحم. ممكن كتير جدا يخش يلاقي الشكل ده ويفكر ده الشكل الطبيعي لالتصاق المثانة البولية أو لقاء المثانة البولية مع الرحم. لا ده اسمها الكيسنج بلادر، يعني كأن المثانة ملتصقة التصاق رهيب جدا. فين؟ في الديبست بارت للديفكت للنش. يعني في اعمق جزء للنش هنشوفه دلوقتي. نبدا بقى نسلك المثانه البوليه اللي احيانا بص بص بقى بص المنظر ده بص المنظر ده بص في لون بني بدا يظهر هنا. ايه ده؟ الله الله الله. ده شكل سيست. ايه ده؟ لا بص ده التهاب الميوكس ممبرين اللي سهل. موجود بتاع السيرفكس بتاع عنق الرحم موجود مليان بلاد خرج من النش اللي موجود مستخبي تحت المثانه البوليه. اوكي. يعني شوف قد ايه لما فكينا الالتصاق ظهرت المشكله اللي موجوده. بص كانه فتق كامل اهو ظهرت المشكله. طب ما دي ايه؟ موجوده ومش متشخصه وقيصريه مع موجوده بقالها 6 شهور. شوف اليوتراين نش الموجود ما بين الديفكت لما رفعنا المثانه البوليه ورجعناها انفيريوري ورجعناها في مكانها وبعدناها عن عنق الرحم نقدر نكتشف مشكله كانت موجوده وبالرغم ان عامله سونار وبالرغم ان عامله متابعه الا ان الم رهيب لا يتوقف وان دم بعد الجماع وان انها المريضه بقت واحده تانية بعد ما تعمل ممكن طبعا وتبقى شخصيه تابعا وممكن كان يضل التشخيص انها بطنه رحم مهاجره. ده مجس عنق الرحم اللي احنا بنخش بيه. المجس ده كنت عاوز اثبت الديفكت اللي موجود والفتق اللي موجود اللي دخلنا بيه من عنق الرحم لان عنق الرحم مش مكتمل مع الرحم وعامل الديفكت ده الموجود. وده عشان بيسموه هنا بقى ايه؟ ممكن يجي النش لان كانت القيصريه موجوده تحت منخفضه لدرجه ان ممكن يبقى فين؟ في عنق الرحم موجود. حد فتح تحت قوي في حد فتح في السيجمنت بقى ايه؟ لا فتح كمان عند عنق الرحم. برضو نفس القصه بنعمل ايه هنا برضو بقى؟ مش محتاجه الاضاءه لان احنا مكتشف من اول الالتصاق لما فكناه وبدأنا نعمل برضو نشيل الفايبرس تيشو ونخيط هنا الرحم. هنخيطه فين؟ بإيه؟ بص برضو في تكة هنا دكتور عين.
لما الرحم كان اتخيط نخيطه سواء انتربتد سوتشر يعني خياطه غرزه بغرزه او كونتينوس متكامله يعني على بعضها زي ما بتسرق، ولكن ما تعملش حاجه اسمها الانتر لوكينج سوتشرز. يعني ايه؟ ما تاخدش غرزه ما بين كانها الحرف بتقفل الغرزه وتنزل عشان دي بتقفل الاوعيه الدمويه فتضعف المكان ده فتؤدي ممكن تعمل نش مره اخرى، بتحرم الانسجه من الدوره الدمويه المنضبطه في المكان ده فتؤدي الى ايه؟ تليف موجود مره اخرى. نبدا نخيط الانسجه، بناخدها في تو لايرز زي ما احنا شايفين كده، ونبدا نروح وان لاير ممكن فورورد واللاير الثانيه باكورد. بنستخدم ابره بشكل معين، الفايكرال ده موجود، وممكن نستخدم البي دي اس. بتستخدم ابره 50 راوند وتبقى عشان تقدر تخش في السيرفكس تبقى موجوده. طيب نعمل ايه بعد كده؟ بعد ما بتخيط وقفلنا شلنا وقفلنا، بنيجي تاني بالهيستروسكوب وندفع الميه بتاع الهيستروسكوب. احنا بنملى الرحم سلاين وبنخش بالعدسه فنشوف تجويف الرحم. لما نملى سلاين تاني عشان نعمل حاجه اسمها ووتر تايت ما يجيش ميه تاني، وبعدين نبص بالالومنيشن بالاضاءه عشان نتاكد تاني ان الديفكت اتقفل ترانس الومنيتد اللي انت الحركه اللي عملتها عشان ما يبانش مره تانيه ان في ديفكت وقفلنا عليه. ليه هنا بقى؟ عاوزين نتاكد هل احنا جبنا كده دلوقتي سيزاريان سكار موجود في جرح قيصريه، واحده تانيه اللي موجوده في عنق الرحم، تعال نشوف واحده ثالثه المريضه بتشتكي شكوى رهيبه لا تتوقف، عملت كذا عمليه جراحيه والالم مستمر موجود، تعال نشوف الحاله. انا مستمتع جدا جدا وهقول لكم ليه، تعالوا شوفوا بس الحته. مدام عزه من سوهاج 36 سنه، خلفها مرتين قيصريه، اخر بنت من 5 سنين، اتفتحت بطن 2016 على اساس انها ورم ليفي. اثناء فحصه طلع انه في تاكل وفي شويه تغيرات موجوده في الورم الليفي. بعديها بسنه شكوا ان في فتق داخل الرحم، ممكن يكون مطرح استئصال الورم او مكان القيصريه. اتعملت مره ثانيه فتح بطن وتصلح الفتق، وبعدين بدات تشتكي ان في الام في بطنها، بالمتابعه طلع ان في ماس كبيره داخله في تاخر حمل سنوي، نفسها تحمل مره ثانيه. ده واحد. اثنين، بعض التغيرات اللي بتيجي مع الدوره، احيانا بيبقى في بعد ما الدوره تخلص ينزل نقط دم، ما عندهاش الام في الجماع، ما عندهاش الام في الدوره، ما فيش الام في الفحص. اتقال لها انها يعني لازم تشيل الرحم. بنعمل منظار بطن رحمي في نفس التزامن عشان نشوف هل في ديفكت او لا. دخلنا منظار الرحمي لقينا ان الرحم كانه في دبل كافيتيز، يعني كانه مقسوم فوق عنق الرحم مباشره او قبل عنق الرحم وبعدين تخش في التجويف الثاني. كان عندنا دوم لايك كان زي القبه كده ومقلوبه عندنا. دخلنا منظار البطن شفنا المنظر اللي احنا نبدا نشرحه دلوقتي كده. ده فيه شويه التصاقات عاديه من منديل البطن مع القيصريات. الرحم اهو ده الفندس بتاع الرحم. رفعنا الرحم كده، عندنا مبيض يمين وانبوبه يمين، مبيض شمال وانبوبه شمال، وفي شويه دم متجمعين. لما نيجي نبص هنا بقى للرحم، رابطه دائريه، رابطه دائريه الثانيه موجود، التصاق مع جدار البطن الامامي. لما نيجي نبص هنا مكان القيصريه عندنا اهو سيست لايك ستراكشر، هنا كان في كيس كامل موجود هنا. الكيس ده جاي في نص الرحم الايمن، هو نازل اهو، علاقته ادي المثانه البوليه، منظار المثانه ادي المثانه البوليه متاخده معانا اهي، يعني نشوف جدار المثانه اهو اهو امشي اهو، بص المثانه البوليه متاخده لغايه فين، هنا هنا حدودنا اهي اهي تاني، وانا رافع كده رافع المثانه، كل دي المثانة البولية متاخدة هنا، وريني كمان هنا المثانة اهي، شوف متاخدة ازاي، شوف
وده وضع المسألة الطبيعي انه فوق كده فوق الرحم، بس هي شفتت بسبب الالتصاق. طيب ليه علاقتها ايه بالنش هنا؟ دخل علاقتنا هنا مثلا، بقول ايه حدودنا يعني، في امان هنا بس يدوب. ادي يدوب احنا مثلا بقول ايه نش اهو. غريب الزقه جايه من كانها بوستيرور. وريني مثلا حته من هنا. حضرتك بره حته المسالك. ماشي. طيب هات الحته دي كده. هنا هنا هنا. كل دي بلادر بس يعني نقدر نوصل برضو الفصل ما بين الاثنين، قريبه هنا قوي من السكار عن الحته دي فوق هنا. طب نخش بقى في الهيستروسكوب، نخش بقى منظار الرحمي النش اهو، وادي السان رايز، السان رايز ساين اهي. نخش هنا اهو نش بالكامل اهو، مفيش ماسل لاير ودوبك بيرتون اهو قصادنا اهو. يعني انا ممكن لو دوس دوس هخش انا الرحم من هنا. وراني كده في الهيستروسكوب بقى واضحه ازاي. ايه ده احنا داخلين كده من اول عنق الرحم، ده اللي عامل كل مشاكلنا، تاخر الانجاب اه طبعا، لان دي بركه بعد القصف تخش فيها الحيوانات المنويه، بركه بتخلي بعد ما الدوره الرحميه تنتهي تجمع هنا، بعد كده ينزل نقط دم ما بعد الجماع، الام في الدوره لبعض الناس، تكرار في البول. هنبدا بقى نشتغل، هنسلك المثانة البولية اللي بدأت تتملي عشان نعرف حدودنا من الرحم، عشان نكشف النش ده ونشيله إن شاء الله بالمنظار، وبعد كده نبدأ نصلح الرحم تاني. ده عمل وراه شغل كتير وجهد كبير جدا، لكن النش أو هذا الفتح أو هذه الحالة الطبية الجراحية تحتاج إلى سلسلة، زي ما احنا عندنا مجموعة سلاسل كتيرة جدا جدا جدا. لكن انا احييك ومبسوط جدا بهذا العرض العلمي الراقي جدا والجهد الكبير جدا، نورتنا، ويعني كل جمعة وانت بخير دائما. انا يكفيني انبساطك. ربنا يخليك، خليكوا دائما مع دكتور.